مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. عندنا يعني النهاردة فقرة مميزة جدا جدا جدا، عندنا فقرات مميزة كتير عن الكرة العالمية، ولكن قبل ما نخش على الكرة العالمية وأخبارها وأحداثها ليا كلمتين عن مباراة طبعا النهائي الأفريقي ما بين النادي الأهلي والوداد. هتطرق للموضوع من جهة تانية خالص، من حتة تانية خالص. هتطرق للموضوع، كلنا اتكلمنا عن الظلم في كل أوجه هذه المقابلة التاريخية، من طبعا من ملعب، من جماهير، من تنظيم، من ده كل دوت على جنب، واتكلمنا فيه كتير جدا. لكن خلينا نتكلم بكل أمانة على جزء صغير. بعض الناس بتقول إن مجلس إدارة النادي الأهلي كان ليه عامل سلبي في هذا الموضوع وأثر على اللعيبة بشكل يعني مباشر. عايز أقف عن الحتة دي وأتكلم على البروفيشنال، نتكلم على لعيبة محترفة. مجلس إدارة النادي الأهلي اشتغل باحترافية في هذا الملف بشكل كبير جدا، حفاظا على حقوق النادي. كمان عمل سبوت على الفساد والمؤامرة اللي كانت يعني جاهزة من شهرين على النادي الأهلي، عمل عليها سبوت جامد جدا. النادي الأهلي اشتغل ومجلس إدارته اشتغل على حقوق النادي الأهلي، من حقوق في المدرجات، في دخول الجماهير، في التذاكر، في كل ده شغل إداري على أعلى مستوى كان لازم مجلس إدارة النادي الأهلي يعمله. ناس بتقول طب ده أثر بالسلب على اللعيبة، إدى إحساس للعيبة إن أنت يعني داخل مظلوم، وإن أنت يعني عندك جزء كده إن ممكن لو اتغلبت هتقول أصل كان فيه وفيه وفيه وفيه. أنا معترض جدا على النقطة دي، معترض جدا، لأن من المفترض إن لعيبة النادي الأهلي كلهم لعيبة محترفين، لعيبة بيعرفوا يشتغلوا في الأجواء الصعبة، لعيبة عندها من الخبرات الكافية إن هو يقفل على نفسه كويس قوي. وانا قلت يمكن قبل المباراه ديت كل الاجواء اللي ما قبل هذه المباراه ممكن الجهاز الفني واللعيبه يحولوها لطاقه ايجابيه وحوافز اضافيه للفوز بهذا اللقب. اللي شفناه في اعتقادي الشخصي ده ما حصلش، ممكن يكون في تاثير شويه في التاهيل النفسي للعيبه قبل المباراه. شفنا توتر واضح جدا في اول ربع ساعه من المباراه من كل اللعيبة، بتكلم على كل اللعيبة رغم الخبرات الموجودة. فاعتقادي الشخصي ان التحضير النفسي ما كانش بالشكل الامثل، واللعيبة كمان ما بتكلمش على الجهاز الفني بس، انا بتكلم كمان عن اللعيبة، ودي كمان رسالتي للعيبة. انا كنت لعيب وياما يعني مرينا بظروف صعبة جدا، لكن انت لعيب بروفيشنال، لعيب ومش في اي نادي، انت في افضل نادي في العالم على مستوى القارة الافريقية ومصنف عالميا، لازم يكون عندك هذه الثقافة وعندك هذا الاتزان النفسي ان ما والله الدنيا تتقلب حواليا، ان العب وسط 80,000 وانا عارف ان في ناس عايزة او يعني مخططة ان انا اتغلب، ده يتحول لطاقة ايجابية ويتحول لشراسة في الاداء ويتحول لغضب كبير جدا جوه الملعب، جوه المستطيل الاخضر. ده ما تحققش من خلال لعبتنا، مش عايز اللعيبة تزعل مني، لكن هو ده الصح. انت مالكش دعوه باي حاجه بتحصل بره، بالعكس انت تاخد اللي بره وتحوله ايجابي جوه. فرسالتي للعيبه ان احنا كمان الفتره الجايه عندنا 3 بطولات، عندنا دوري وعندنا 2 كاس، كاس قديم وكاس جديد. كمان من صفه البروفيشنال ومن صفه المحترفين ان هم وقت الحزن ما ياخدهمش لدرجه ان هم يخسرهم مباراه والتانيه وبطوله والتانيه. للأسف إحنا ثقافتنا هنا في مصر كده، ما تزعلوش مني، ثقافتنا لما بنوصل كأس العالم بنفضل فرحانين وبننسى نعد نفسنا ونعد منتخبنا. طب هنعمل إيه في كأس العالم؟ وصلنا كأس العالم 2018، فرحة كبيرة جدا جدا بهدف محمد صلاح من ضرب الجزاء، وصلنا كأس عالم. طب اشتغلنا إن إحنا هنعمل إيه في كأس العالم؟ لا، فضلنا نفرح وفضلنا نعمل احتفالات وفضلنا 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 من غير ما نقول احنا هنعمل ايه في كاس العالم، رحنا اتغلبنا 3 ماتشات. وقيس على كده كتير كمان في اوقات الحزن، بنفضل اوقات الحزن نعيد ونزيد، اصل كان فيه، اصل كان فيه، اصل عمله، اصل سووا، لغايه ما ياخدنا الطريق ده ان احنا نتكعبل تاني في خساره مباراه، في خساره بطوله وهكذا. لا، احنا بنتكلم، لو بنتكلم بروفيشنال وزي الكابتن الخطيب ما عمل، اجتمع مع اللعيبه بعد المباراه على طول، قال لك ملف وانتهى، مش عايزين كلام كتير، وهو ده الشغل الصح.
انت بتمر بتجربه بتاخد منها وبتستفيد منها، حتى لو تجربه سلبيه بتستفيد منها. استفدنا من التجربه اللي فاتت، خلاص احنا خلاص اتعلمنا الدرس في النسخ اللي جايه. النادي الاهلي ان شاء الله في المواسم اللي جايه هيكون متواجد في منصات التتويج على المستوى الافريقي، اكيد اكيد ان شاء الله هنوصل للمباراه النهائيه على مستوى كاس افريقيا. بس ناخد من الملف اللي فات ده ايه؟ لا اتعلمنا، اتعلمنا. يبقى لازم الحته الاداريه نشتغل اكتر، يبقى احنا نقدم ملفاتنا، يبقى اوراقنا جاهزه، يبقى حتى لو في تحديات في استاذ او رئيس الاتحاد المغربي عمال يقول ويعيد الكلام دوت، ما يهزش النادي الاهلي، الكلام دوت دافع للنادي الاهلي. الكلام اللي اتقال فيه عيب كتير جدا مش عايز اعيده، لان في زمايلنا كتير اتكلموا فيه، فاحنا اكبر حتى من ان احنا نتكلم عليه، لان النادي الاهلي اكبر من اي مسؤول على المسؤول في الاتحاد الافريقي انه يتكلم على النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير، كبير بجماهيره وببطولاته وبانجازاته، والارقام بتقول كده. فرساله للعيبه، رساله لجماهيرنا، قفلنا الصفحه، السوشيال ميديا اكيد لسه بتتكلم على الكلام ده، نقفل الكلام ده كله، لان احنا عندنا ثلاث بطولات، عندنا بطوله الدوري، عندنا ماتشات مؤجله، فاكيد هتلعب تحت ضغط، عندنا مباريات في كاس مصر اللي فات وكاس مصر السنه دي، فعندنا ثلاث بطولات. الجدعنه انك تجيب الثلاث بطولات دول وتدخلهم دولاب النادي الاهلي، هو ده رد الفعل للناس البروفيشنال. ومش عايز اي لعيب يتاثر باجواء خارجيه بعد كده، بالعكس خد اي اثاره او غضب او حوله جوه ال 18، جوه الملعب، جوه في احرازك للاهداف، في الكرات المشتركه تكون انت الاقوى، انت الاسرع، الرغبه يكون عندك اكتر. هو كنت ده منتظر من لعيبه النادي الاهلي، وقلته كنت متواجد في الاستوديو التحليلي، وقلت لازم لعيبه النادي الاهلي يتحول كل دوت. لو وصلهم ان كابتن محمود الخطيب مش قادر يخش المباراه، لو وصلهم ان مجلس الاداره يعني بيتهان بشكل غير مقبول على مستوى الامن دوت، لو وصل للعيبه كان لازم يتحول لطاقه ايجابيه مش لخوف. بعض للاسف بعض اللعيبه كان فيها سن التوتر، سن خوف. لا بالعكس، انت لعيب بروفيشنال، انت لعيب في النادي الاهلي، كل اللي جاي من بره ده تحوله لطاقه، ويبقى عندك رغبه اكتر، وعندك حماس اكبر، وعندك اصرار اكبر. فكل ده دروس مستفاده. لعيبه النادي الاهلي لعيبه رجاله، وان شاء الله باذن الله نشوف دوت، ونشوف رده الفعل ده من خلال الدوري، من خلال الكاس، حتى من خلال لاعبتنا اللي هتلعب مع منتخب مصر ان شاء الله يوم الاحد، نشوف ده، لان لعيبه النادي الاهلي دايما هي ميزان منتخب مصر وميزان الكره المصريه. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي الفتره اللي جايه. عندنا موضوعات كتيره النهارده زي ما قلت لحضراتكم. هنا معانا في المحترف هنتكلم، خلاص الدوريات الخمسه الكبرى خلصت، هنتكلم عليها بالتفاصيل، افضل لعيب فيها كان مين، حتى بنتكلم على افضل تشكيله في الدوريات الخمسه الكبرى هتكون مين. عندنا اخبار كمان على الترانسفير ويندو اللي موجود، يعني انتقال النجوم من الانديه الكبيره، هنتكلم عليها بالتفصيل. كمان النهارده هنتكلم على بطوله الفيناليزما دوت. الفيناليزما طبعا دي بطوله كاس الابطال، هي بطوله يعني شفناها امبارح، بطوله يعني كاس ما بين الارجنتين طبعا بطل امريكا الجنوبيه امام المنتخب الايطالي بطل اوروبا. حضراتكم عارفين دي النسخه الثالثه، يمكن النسخة الأولى كانت يمكن سنة 85، وكان حصل عليها يمكن المنتخب الفرنسي على حساب أورجواي اللي كانت بطلة أمريكا الجنوبية. النسخة الثانية سنة 93 حصل عليها الأرجنتين بتفوقه على منتخب الدنمارك اللي هو كان بطل أوروبا. والنسخة الأخيرة فاز ميسي والأرجنتين على حامل اللقب الأوروبي المنتخب الإيطالي. النهارده كمان هيكون معانا في اخر الحلقه فقره مميزه جدا مع محمد الباز، زي ما بقول لحضراتكم هنلقي الضوء على اهم ارقام الدوريات الخمس الكبرى، اهم نجومها، افضل اللاعبين، افضل تشكيله. ان شاء الله فقره هتكون مميزه جدا على مستوى التحليل ومستوى طبعا الرقمي مع نجمنا محمد الباز. كل ده هنتكلم النهارده مع الاستاذ سعيد علي، هنتكلم معاه بقى في كل اللي قلت لحضراتكم عليه ده. هنتكلم على محمد صلاح وتصريحات محمد صلاح الأخيرة، هنتكلم على مباراة منتخب مصر إن شاء الله يوم الأحد، مباراة أنا شايفها هي مباراة صعبة. خلي بالكم لغاية دلوقتي الأجواء حوالين المنتخب تحس إن المنتخب هيلعب مباراة ودية، يا جماعة مباراة رسمية وأمام منتخب قوي معظمه من المحترفين، غينيا الاستوائية فريق قوي، وشفنا دوت في
أمم أفريقيا اللي فاتت، لكن لغاية دلوقتي لسه عمالين نلف حوالين، طب كابتن إيهاب جلال اللي اختارهم دول كويسين ولا وحشين؟ طب هنعمل إيه في والناس اللي طلعت والناس اللي خرجت؟ حاسس كده من الأجواء مش مرتاح، إن مفيش تركيز على الماتش. عندنا ماتش مهم جدا يعني كمان 3 أيام، في مشوار بطولة إن شاء الله نوصل فيها لكأس الأمم الأفريقية، البطولة المفضلة لمصر، ومطلوب من الكابتن إيهاب جلال وجهازه إنك تقفل على لعيبتك كويس قوي، إن لازم تركز بشكل كبير جدا، وإنك لا تستسلم للضغوط. دي رسالة طبعا كابتن إيهاب صديق، يمكن لعبنا مع بعض في منتخب الشباب، مدرب منظم جدا، ولكن يعني من المهم جدا في الفترة ديت، فترات البداية، التركيز يكون عالي جدا، تقفل على نفسك ولعبتك كويس جدا، التصريحات تبقى قليلة في يعني في أضيق الحدود، وتركيزك ومجهودك يكون في ترتيب الأوراق لظهور إن شاء الله المنتخب بشكل قوي، خاصة إنك بتلعب في اعتقادي منتخب قوي، منتخب غينيا الاستوائية. كل التوفيق كمان لمنتخبنا، مباراة يوم الأحد في مشوار جديد للكابتن إيهاب جلال والمنتخب المصري. طيب قبل ما نخش على الصحف العالمية وقالت إيه، عايز أستعرض مع حضراتكم أخبارنا السريعة، وهأبدأها بإعلان نادي ريال مدريد الأسباني النهاردة الخميس إنهاء إجراءات التعاقد مع الدولي الألماني أنطونيو روديجر طبعا لمدة 4 سنوات قادمة بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الإنجليزي. أصدر الموقع الرسمي لريال مدريد بيان رسمي أكد خلاله توصله لاتفاق مع روديجر، ودون الإشارة إلى قيمة الراتب السنوي الذي سيتقاضاه اللاعب أو أي تفاصيل مالية متعلقة بهذه الصفقة. جاء نص بيان ريال مدريد كالتالي: توصل ريال مدريد لكرة القدم إلى اتفاق مع اللاعب أنطونيو روديجر الذي سيرتبط بالنادي على مدى المواسم الأربعة المقبلة. أضاف: سيقام حفل تقديم أنطونيو روديجر كلاعب جديد في ريال مدريد يوم الاثنين 20 يونيو في مدريد. حضراتكم عارفين طبعا أن كمان يوم 20 يونيو أو 30 يونيو هيكون مؤتمر صحفي لتقديم هذا اللاعب. لاعب مميز جدا، سيرد باك قوي في المنتخب الألماني، قدم مستويات رائعة مع طبعا تشيلسي، ولكن الموسم القادم هو نجم جديد في الملكي. اليومين اللي فاتوا يمكن شاهدوا كمان رحيل 3 لعيبة من المان يونايتد. حضراتكم عارفين المان يونايتد في عملية إحلال وتجديد على مستوى الإدارة الفنية، على مستوى اللاعبين، في 3 لاعبين إخوان طبعا ماتا ولينجارد ونجم طبعا بوجبا رحلوا عن المان يونايتد. طبعا كلنا بنقول بوجبا لعيب مميز جدا جدا، لكن خلاص سيرحل من النادي في انتقال حر بطبعا انقضاء عقده نهاية الشهر الجاري. حضراتكم عارفين بوجبا 29 سنة يمكن رجع لواتفورد، والفترة الثانية ليه كان في اليوفنتوس طبعا، وكانت قيمة انتقاله 89 مليون جنيه استرليني، وقتها كان رقم قياسي، رقم عالمي. طبعا الفرنسي الدولي شارك في 27 مباراة مع الشياطين الحمر في الموسم ده، وطبعا واللي من خلاله عانى كتير جدا جدا من الإصابات. رجوع لليوفنتوس الإيطالي طبعا يعني بيقولوا لغايه دلوقتي طبعا مصادر مؤكده انه يوفنتوس يتعاقد مع لاعب الوسط طبعا بوجبا، وحضراتكم عارفين ان هو عنده خبرات كبيره جدا في اليوفنتوس، كان موجود، ولكن طبعا المستوى اللي ظهر به خلال الموسم ده يعني بصراحه مش مستوى جيد، وزي ما بقول لحضراتكم في احلال وتجديد في المان يونايتد على مستوى اللاعبين، على كمان مستوى الاداره الفنيه. طبعا هو طبعا بوجبا ارتبط اسمه كبير بالمان يونايتد في الفترات الاخيره، لكن طبعا زي ما بقول لحضراتكم يعني نوع من انواع الجدل حول انتقاله، ولكن اعتقد حسم الامر لصالح اليوفنتوس. طيب على مستوى نتكلم على مستوى الدوري الايطالي وفوز الميلان بعد غياب 11 سنه عن هذه البطوله، أبرمت شركة طبعا الاستثمارات الأمريكية ريد بيرد طبعا اتفاق مبدئي مع مالكي نادي إي سي ميلان للاستحواذ على النادي الإيطالي مقابل 1.3 مليار دولار.
النادي الإيطالي قال في بيان أصدره أن من المتوقع تستكمل مجموعة شراء النادي من المالك الحالي، طبعا شركة أمريكية، طبعا هتنتهي في أو هتبدأ في سبتمبر المقبل. طبعا النادي زي ما بقول لحضراتكم ميلان حصل على من 10 أيام حصل على البطولة الدوري الإيطالي بعد غياب 11 سنة. معروف طبعا أن كمان ريد بيرد تملك بعض الأسهم في مجموعة اقتصادية كبيرة جدا جدا، وسبورت مالكة لنادي ليفربول. زي ما بقول مهم جدا عودة الاستثمارات لنادي ميلان، طبعا شركة كبيرة، طبعا الميلان خلاص هيمثل الكرة الإيطالية في دوري الأبطال الموسم القادم بعد غياب كبير جدا عن الساحة الدولية أو الأوروبية. لكن الميلان موسم أكتر من رائع، فوز وصراع لآخر نفس مع الإنتر، وقدر الميلان أنه يحصد هذا الدوري باقتدار متغلبا أو متفوقا على الإنتر بفارق يمكن نقطتين. طيب هنروح لخبر تاني، وكريم بنزيما. طبعا بنتكلم على بنزيما أفضل مهاجم في العالم حاليا بدون جدال. فريق طبعا ريال مدريد عمل حوار في الساعات اللي فاتت مع مجلة، طبعا نجم بنزيما عمل مع أونزي مونديال، ده جريدة فرنسية كشف فيها أنه بيتطلع للفوز بأكبر عدد من الألقاب في باقي مسيرته مع نادي أو منتخب فرنسا. بنزيما قال أنه لا يزال لدي الكثير من الطموحات، أريد الفوز بأكبر عدد من الألقاب والفوز بدوري أبطال أوروبا مرة تانية وثالثة ورابعة. وحضراتكم عارفيني طبعا توج بنزيما مؤخرا مع الريال طبعا بدوري الأبطال، ودي كانت المرة الخامسة في مسيرته مع النادي الملكي. مع منتخب فرنسا كمان قال إن أنا بتطلع للفوز بكأس العالم، وسيكون هذا هو قمة المجد بالنسبة لي، ويكون حلم وإنجاز مذهل. وطبعا يعني بيتكلم كمان بنزيما وتطرق ل يعني معاناته في بداية مشواره وانضمامه لريال مدريد وصدامه مع المدرب جوزيه مورينيو، وانه قد ايه استفاد كمان من زميله السابق كريستيانو رونالدو. وكشف وقال بنزيما كان الموسم الاول ليا وبالتحديد الاشهر السته الاولى في مدريد كانت صعبه جدا، كنت بمفردي ما كنتش بعرف اتكلم الاسبانيه، وده جعل كل شيء اكثر تعقيدا بخلاف طبعا تواجدي في اجواء جديده على المستوى الشخصي والرياضي. بيقول لحسن الحظ ما استسلمتش، قال ان كنت يعني كلما كانت لدي اي مشكله صغيره مع مورينيو التقينا في الفندق وتحدثت قبل مباراه ضد مايوركا، وقال ان يعني اشركني اساسيا امام جلاسكو وفزنا بالمباراه. وقال ان دايما المشوار الاول بيكون صعب، لكن الاستمراريه والنجاح والالتزام والاصرار هو ده شعار اي نجم في العالم هتلاقيه مر بهذه المرحله. بنزيما بيتكلم على اول 6 شهور في انضمامه للملكي قد ايه كانت صعبه، قد ايه كان ما كانش بيتكلم اسباني، قد ايه كان عنده بعض المشاكل مع مورينيو. لكن نفس المشوار هتلاقي مع محمد صلاح في اول 6 شهور، لكن معدن البطل بيظهر، الاستمراريه والاصرار هو سر نجاح النجوم الكبار. كمان كان بيتابع، هو بيقول انا كنت بتابع كمان كريستيانو رونالدو وبراقبه في الملعب، وقال ان انا حاولت التركيز على تحركاته والمراوغه والتمرير وطريقه تعامل رونالدو مع الكره، درست كل شيء عنه، حاولت اقتباس بعض الاشياء منه، لكن تكرار نفس الشيء اللي بيعمله رونالدو كان من المستحيل. ده كان طبعا بنزيما اللي في اعتقادي الشخصي يعني بفوزه بدوري ابطال اوروبا اقترب بشده لحسم لقب افضل لاعب في العالم، لكن يبقى صلاح طبعا مرشح قوي جدا جدا على هذه الجائزه. كل التوفيق طبعا لنجمنا الكبير محمد صلاح. تعالوا مع بعض دلوقتي نروح نشوف الصحف العالميه قالت ايه في المحترف. يلا نبدا جولتنا النهارده قراءه الصحف العالميه والاوروبيه بصحيفه ماركا الاسبانيه اللي ركزت على ادواردو طبعا وتصريحاته حول رغبته بقدوم تشواميني طبعا لريال مدريد. وكتبت كامافينجا تحدثت بالفعل مع تشواميني واتمنى ان ياتي لريال مدريد. تحدثت الصحيفه كمان عن لقاء اسبانيا والبرتغال، لقاء قوي جدا في دوري
الأمم الأوروبية وكتبت دوري يعني دوري اسم آخر للاستمتاع. الصحيفة اهتمت كمان بتأهل أوكرانيا، أوكرانيا بتفوز على طبعا اسكتلندا 3-1 وبتوصل للدور النهائي أو الملحق لطبعا التأهل لتصفيات كأس العالم في قطر. وكتبت أوكرانيا تتأهل لمواجهة منتخب ويلز جاري سبيل. وطبعا حضراتكم عارفين أن منتخب أوكرانيا امبارح فاز 3-1 على منتخب اسكتلندا وهيلعب المباراة النهائية الفاصلة للوصول لكأس العالم أمام فريق ويلز. طيب لسه في أسبانيا، سبورت الأسبانية ركزت على لقاء أسبانيا كمان مع منتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية، عودة أنسو فاتي طبعا. وكتبت أنسو فاتي طبعا لقد كان الأمر صعبا للغاية، لكن يعني الحياة كور حول تتكرر حول اللقب، تدور حول اللقب على التحديات الجديدة. الصحيفة تحدثت كمان عن برشلونة وسوء الانتقالات، وكتبت قمة ما بين خوان لابورتا وتشافي من أجل التعاقدات. الصحيفة اهتمت بإعلان جاريث بيل رحيله كمان عن النادي الملكي ريال مدريد، وكتبت وداع حزين لجاريث بيل في مدريد. لسه في أسبانيا، موندو دي بورتيفو الأسبانية ركزت على اهتمام طبعا برشلونة بالبلجيكي روميلو لوكاكو، وكتبت لوكاكو في الغرفة ومصير فرانكي ديانج. وكتبت مانشستر يونايتد يتحرك من أجل فرانكي ديانج. الصحيفة تحدثت عن لقاء منتخب أسبانيا ومنتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت اختبار صعب لمنتخب أسبانيا. الصحيفة اهتمت بفوز الأرجنتين كمان على إيطاليا 3-0 في كأس فيناليسما، وكتبت مهرجان أرجنتيني كما اهتمت بصراع باريس سان جيرمان وريال مدريد على التعاقد مع لاعبين. وكتبت ريال مدريد وباريس سان جيرمان في حرب من أجل التعاقدات. واضح جدا أن هيكون في خلال موسم الانتقالات في صراعات كبيرة جدا، خاصة على مستوى طبعا باريس سان جيرمان، ريال مدريد، المان سيتي، طبعا كلها في سبيل التنافسات في الموسم القادم على الدوري المحلي وعلى دوري أبطال أوروبا. طيب صحيفة إنجلترا، نروح لإنجلترا، والصحيفة البريطانية ركزت على تأهل منتخب أوكرانيا لنهائي الملحق الأوروبي لمواجهة ويلز في من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم. وكتبت الإخوة في السلاح، حضراتكم عارفين طبعا أجواء صعبة جدا جدا بتمر بها أوكرانيا، لكن أوكرانيا قدرت تنتزع الفوز العاطفي عن طريق في طريقها إلى كأس العالم والفوز على اسكتلندا 3-1. اهتمت الصحيفة بمنتخب إنجلترا كمان اللي بيستعد لمواجهة المجر في دوري الأمم الأوروبية. كمان كان في اهتمام كبير بالصحيفة مع فرانك دي يونج طبعا لمانشستر يونايتد، وكتبت فرانك دي يونج مع السلامة. يعني طبعا فرانك دي يونج طبعا لعيب مميز جدا في برشلونة، ولكن زي ما بقول لحضراتكم في عملية تجديد وعملية استقدام لعيبة على مستوى عالي جدا في المان يونايتد. فرانك دي يونج من اللعيبة المميزة اللي هيكون ليها أكيد دور كبير ومحوري في وسط الملعب، خاصة بعد طبعا رحيل بوجبا. صحيفة الكيب الفرنسية ركزت الصحيفة ديت على تأهل منتخب أوكرانيا زي ما بقول لحضراتكم في مفاجأة، لأن طبعا منتخب الاسكتلندي كان بيلعب على أرضه وسط جمهوره. كان طبعا المنتخب الأوكراني بيمر يعني بظروف صعبة جدا العالم كله عارفها، ولكن ظهر بمستوى أكتر من رائع وقدر يكسب 3-1 وللحق طبعا بالملحق الأوروبي المؤهل للمونديال بعد الفوز على اسكتلندا 3-1. وكتبت أوكرانيا لا تصدق، طبعا كان مفاجأة كبيرة جدا. الصحيفة اهتمت كمان بلقاء منتخب فرنسا مع منتخب الدنمارك في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وتتويج منتخب فرنسا تحت 17 سنة ببطولة أوروبا. وكتبت الشباب يتوج ومنتخب فرنسا والمطبات. نروح لصحيفة إيطاليا كوريا ديلي سبورت الإيطالية اللي ركزت أكيد على هزيمة منتخب إيطاليا أمام المنتخب الأرجنتيني 3-0 في كأس فيناليسما، وكتبت نحن لا وفيناليسما للأرجنتين. وميسي طبعا هو طبعا صاحب هذا العرس وحصل على أفضل لاعب في هذه المباراة، ميسي بحصوله على هذه الكأس. كمان الصحيفة كتبت فرق كبير في الجودة. طبعا الصحيفة كانت اهتمت كمان
بقرب انتقال بوجبا إلى اليوفنتوس، وكتبت بوجبا في اليوفنتوس والاتفاق قريب. اهتمت كمان الصحيفة باتفاق ساري مع لاتسيو لتجديد عقده، وكتبت لاتسيو وساري هناك توقيع. ده كان معظم أخبار الصحف العالمية والمواقع على مستوى الأوروبي. لسه عندنا فقراتنا مستمرة مع المحترف بعد الفاصل الناقد الرياضي سعيد علي، هنتكلم فيه على كل حاجة، على نتكلم على منتخبنا، هنتكلم كمان على البطولة طبعا فيناليسما وفوز الأرجنتين للمرة الثانية من ثلاث نسخ، وطبعا كمان هنتكلم على منتخب مصر اللي بيستناه مع كابتن إيهاب جلال. كل ده بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، برحب بحضراتكم وبرحب بنجمنا النهارده الناقد الرياضي سعيد علي اللي بنرحب بيه هنا في المحترف. مساء الخير عليك يا سعيد. مساء الخير عليك يا كابتن، منورنا. منور دايما بوجودك، ودايما بكون مبسوط بالحديث معاك حبيبي. ربنا يخليك. عندنا كلام كتير جدا عن الكره العالميه، بس حابب باختصار تقول لنا رايك طبعا في مباراه النهائي، وكلمه لجماهير النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي للفتره اللي جايه. يعني في الحقيقه عايزين نؤكد في البدايه على ان الحياه مش طول الوقت انتصارات، في انتصارات وفي مطبات وفي انتكاسات كمان، لكن اللي حصل للنادي الاهلي هو بعيد كل البعد عن فكره الانتكاسه او فكره السقوط، لانك لما بتتوج ببطولتين قاريتين موسمين على التوالي ثم تلعب نهائي ثالث، فانت كنت بتبحث عن انجاز استثنائي وفريد اذا لم يتحقق، فده لا يقلل ابدا لا من المنظومه ولا من الجهاز الفني ولا من اللاعبين، ده اللي عايزين ناكد عليه دايما. لكن لو اتكلمت بشكل سريع كابتن هاني عن أسباب الخسارة، هناك أسباب خارجة عن إرادتنا تماما وكلنا نعلمها، ما جرى من كاف وما جرى من محاولات لتوجيه البطولة في اتجاه آخر، كان مناخ غير عادل بالمرة، إن فريق يلعب على أرض الخصم واسعة جماهيرية كاملة للمنافس، فده طبعا بيخل بمبدأ تكافؤ الفرص وبيخل بالعدالة. لكن لأننا اعتدنا دايما إن البطل ما بيكونش ضحية، ما بيكونش ضحية الظروف، ومطلوب منه انه يكسر اي ظروف بما فيها الظلم، بما فيها عدم التكافؤ. صحيح. مطالب في اسباب خاصه بينا احنا. انا اعتقد، ويمكن كنت بتكلم معاك قبل الهوا كابتن، ان كنت حاطط احتماليه خساره الاهلي لان غياب ثلاثي الوسط طوال الفتره اللي فاتت، اليو ديانج مع حمدي فتحي مع عمرو السوليه، كافي انه يوقع اي منظومه جماعيه. في لاعب واحد فقط بيفرق في فرق كبيره، وده حصل مع انديه كبيره هذا الموسم، لكن لما يكون الثلاثه بتوع نص الملعب بعاد عن المباريات لفتره طويله، الناس بتتوهم او بتعتقد ان لما لعيب يغيب هيرجع زي ما هو. لا، اللعيب بيصل لفورمه بشكل تدريجي. مظبوط. فده كافي ان يخل بالمنظومه ويخلي النادي الاهلي ما كانش في حالته، والمنظومه كانت مش في افضل حالتها بسبب التراجع البدني لهذا الثلاثي بالتحديد، ثم اشياء اخرى طبعا دي محتاجه وقت طويل. اكيد طبعا، وزي ما قلت في الانترو سعيد ان خلاص دي صفحه واتقفلت. صحيح. الكلام فيها كتير بيعطل، ما بيقدمش. صحيح. يعني الفتره اللي جايه زي ما بقول الكابتن محمود الخطيب عنده رؤيه، وقال خلاص احنا قفلنا الملف، عندنا ثلاث بطولات، عندنا دوري واثنين كاس ان شاء الله، هو دوت هيكون الرد باذن الله بحصول النادي الاهلي على ثلاث بطولات دي. طيب نروح لبطوله يمكن الناس ما كانتش عارفينها قوي، فيناليسما. دي بطوله يمكن كان اول نسخه 85 فازت بيها فرنسا على حساب اورجواي، و 93 الارجنتين على حساب الدنمارك، وامبارح مباراه كانت ما بين الارجنتين وبطل امريكا كوب امريكا، وطبعا المنتخب الايطالي بطل اوروبا. شفت المباراه ازاي؟ وكنت متوقع هذه النتيجة بفوز الأرجنتين 3-0. هو المباراة في الحقيقة أخذت منحى جدي ورسمي أكثر مما توقعنا، يعني هي فعليا بطولة رسمية بتمثل بطل أو قمة الهرم الكروي في العالم، بطل كوبا أمريكا وبطل اليورو، لكن حالة الجدية اللي كانت حاضرة في المباراة من كل اللاعبين ومن كل النجوم ورغبتهم في الفوز بهذه البطولة، وخاصة وبالتحديد من ميسي اللي بيقدم نسخة شابة جدا من نسخ ميسي اللي احنا عرفناها، فده بيقول لك قد ايه ان البطولة دي كانت مهمة، حالة الصخب الجماهيري. فبالتأكيد انا شفت المباراة اخذت المنحى الرسمي اكتر مما نتوقع. الارجنتين اظهر قوة كبيرة جدا، بتقول انه واحد من المرشحين الكبار لبطولة كأس العالم المقبلة، وعايزين نقول واحد من المرشحين وليس المرشح الأبرز، لأن دايما المرشح الأبرز دي بتتقال على فريق شبه متكامل أو فريق شرس جدا. مين بالنسبة لك لغاية دلوقتي في كأس العالم الجاي هو المرشح الأبرز زي ما بتقول
فريق يعتبر شبه متكامل لغايه دلوقتي. صحيح، انا يمكن اقول بشكل مختصر ان في تقارب شديد ما بين المانيا، فرنسا، اسبانيا، معاهم الارجنتين. بشوف ان مفيش حد بيتفرد. ما قلتش البرازيل. كنت البرازيل وممكن كمان يدخل معاهم بلجيكا طوال الوقت يبقى منتخب مرشح، لكن عايز اقول ان المستويات متقاربه ما بين الكل، مفيش حد بيتفرد بمسافه بعيده. صحيح. عن الاخرين. فبالتالي بشوف ان الفرص متاحه والتنافسيه اكبر في النسخه دي، وبشوفها فرصه برضو لميسي وكريستيانو رونالدو البرتغال يبقى مرشح، لان سكواد البرتغال فعليا سكواد شرس جدا، مرعب في كل خطوطه. يمكن بيعاني مشاكل خاصه بالتكتيك، خاصه بالاداره الفنيه، لكن يبقى البرتغال ايضا من بين المرشحين للبطوله. الناس اللي اتفرجوا على الماتش، بعض المحللين فوجئوا بمستوى ميسي. صحيح. مقارنه بادائه مع بي اس جي في الدوري الفرنسي، لا بيقولوا ميسي ظهر بنسخه برشلونه. صحيح. اداء على اعلى مستوى. بالظبط. يعني انت لما تشوف النهارده ارقام ميسي في نهائي 2011 في نفس الملعب مع برشلونه امام مانشستر يونايتد، وارقامه امس بتشوف تشابه وتقارب شديد جدا جدا في الفاعليه، في كونه اللاعب الافضل داخل المباراه، قدرته على صناعه كم كبير من الفرص، 4 فرص بيصنعها امبارح، بيصنع هدفين، اكتر لاعب مراوغه في الملعب، اكتر لاعب بيسدد. يعني بنشوف، والاغرب كمان يا كابتن ان ميسي بيدافع وبيقطع الكرة من منطقة جزاء الأرجنتين، ثم بيقطع 60-70 متر سبرنت وبيسدد من داخل منطقة جزاء إيطاليا. ده بيعكس إن الحالة المزاجية لميسي أولا مع الأرجنتين شيء مغاير تماما عنه في باريس سان جيرمان، والحالة الثانية العمل الفني الكبير اللي قام بيه سكالوني علشان يطلع النسخة دي من ميسي. ميسي لاعب بيحتاج مساحة أكبر من الارتجالية، يعني ما تأيدنيش قوي بمساحة ومنطقة وأدوار، اديني انت شايف التقيد ده موجود في البي اس جي؟ يعني ما فيش المساحه زي ما انت بتتكلم، هو ميسي لعيب عايز اشتغل زي ما انت عايز، انا شايف مساحات. ده مش موجود في بي اس جي اكتر، لانك انت عدد اللاعبين اللي عايزين المساحه الارتجاليه دي كتير. فانت مش قادر تعمل ده مع ميسي ومش قادر توفر له ده، انما الادوار المركبه اللي صنعها سكالوني للمحاور ديباول ولوسيلسو ساعدت ميسي قوي في انه يقوم بده. يمكن احنا شفنا ديباول واحد من اهم العوامل اللي منجح ميسي ومنجح الارجنتين، لانه طوال الوقت بيدافع مكان ميسي ومكان مولينا كمان لما بيتقدم الظهير الايمن، ومع ده قادر يقوم بنفس الادوار الهجوميه وبيكمل، وكذلك لوسيلسو في الناحيه الثانيه. فانا بشوف ان سكالوني فعليا عمل شغل فني وخطط كبير جدا جدا، ساهم في النهايه ان احنا نشوف النسخه الشابه من ميسي، وان احنا نشوف ميسي اللي تشعر انه اعاد الحيويه لكره القدم امس. يعني انت تشوف التايم لاين في كل مواقع التواصل الاجتماعي حاله مزاجيه غير عاديه، لان احنا فعليا ميسي عاقبنا، عاقب طيب. جمهور كره القدم لما قرر يروح لنسخه اللامبالاه اللي احنا بنشوفها مع باريس، مش يعني بيستجم او بيقضي وقت لطيف في برج ايفل، مش بيلعب كوره، فحرمنا احنا كلنا من اللي احنا شفناه امبارح. احنا طوال الوقت يعني ميسي قادر يعالج حالات اكتئاب لو هو قادر يديك ده طول الوقت، فاعاد لينا الحيويه تاني، اعاد لينا كره القدم اللي احنا بنحبها وبنعشقها، نتمنى يستمر ده. وانا اعتقد ان ميسي في تصريحه الاخير قال انتظروا موسم اخر بشكل مختلف مع بي اس جي، اتمنى يكون. طب تعالى انا وانت كمان نشوف. يعني طبعا ميسي كانت مفاجاه، مش طبعا هي مفاجاه كمان على المستوى البدني، يعني المستوى البدني. صحيح. ميسي ظهر بصوره اكتر من رائعه، يعني بنشوف ميسي بيعمل فاولات بتاكلينج وبياخد الكوره بيقطع بيها مسافه 20-25 متر سبرنت، بيدافع بشكل كويس. ميسي امبارح تحس انه نسخه برشلونه، يعني رجعنا ل 10 سنين لورا. والسؤال كمان اللي بيطرح نفسه، هل يعتبر نسخة كأس العالم القادمة هي النسخة الأخيرة على مستوى الدولي لميسي؟ لكن تعالوا نشوف ميسي بعد الفوز امبارح على إيطاليا 3-0 قال إيه، ونرجع مع حضرتك. مواصلة النمو هو ما نسعى لتحقيقه، نعمل كل يوم لأجل الارتقاء بالمستوى. سنواصل القول إننا لسنا على صدارة المفضلين، لكننا سنقاتل أي خصم، لأن هذه المجموعة من اللاعبين مفعمة بالأمل ولديها هدف واضح. علينا مواصلة التحسن، لدينا الآن مباريات هامة، نحتاج لبذل جهد شاق للارتقاء بمستوانا حتى نصل إلى كأس العالم على أفضل وجه ممكن. كانت المباراة في الواقع متكافئة لحين تسجيل الهدف الأول، إنه منتخب عظيم، كان جورجينيو بمفرده في أول 20 دقيقة، حاولنا السيطرة عليه ولم نرد ارتكاب أي خطأ بضغوطنا، تغيرت المباراة بشكل تام عقب الهدف.
pero creo que puede del primer gol cambió el partido totalmente. سعيد بيتكلم على نقطة التحول هي الهدف الأول، يعني ميسي قال إن المباراة بدأت متكافئة ما بين الطرفين، ولكن كانت نقطة البداية أو نقطة التحول هو الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني. صحيح طبعا، الهدف الأول لعب دور مهم في إن أعطى الأرجنتين مساحات أكبر، يمكن كمان زرع شكوك كانت موجودة بالاساس عند المنتخب الايطالي، لانه فعليا المنتخب الايطالي كان بادئ شويه خايف، كان بادئ شويه حذر من الارجنتين اللي كان عنده الدوافع والحوافز اكبر وداخل كمرشح افضل للفوز، فشفنا بعدها فعلا مساحات بتظهر بشكل اكبر. وخلينا نقول ان الارجنتين يعني مع سكالوني نقطه التفوق الاساسيه انه شرس جدا دفاعيا، فطوال هو متقدم في النتيجه او مش مطالب بالتسجيل، فانت بتشوف منتخب صعب جدا بيدافع ب 4 4 2 بشكل كويس، عنده 8 تحت الكوره طوال الوقت، وده بيخلينا نركز اكتر على دور دي ماريا العظيم في انه ازاي بيتحول لمدافع رابع مع ثلاثي الوسط، لاعب في سن ال 34 ما زال بيسجل اهداف حاسمه في كل البطولات. النهارده بنشوف بالطريقه اللي سجل بيها امبارح، سجل بيها في نهائي الكوبا، سجل بيها في الاولمبياد، 34 سنه ولسه بيدافع بشكل كانه لاعب شاب، عامل توازن كبير قوي في المنتخب الارجنتيني، وكمان هو محطه استقبال لعب طول الوقت، بنشوف بيحملوا عليه كتير قوي بارسال كرات طوليه لدي ماريا. فانا بشوف ان واحده من اهم نقاط القوه ان الارجنتين منتخب صعب تسجل فيه، في اخر 10 مباريات يعني عنده 7 كلين شيت، فهو شرس جدا دفاعيا. فزي ما ميسي قال ان احنا بعد الهدف اصبحنا يعني مهمة بقت اسهل، ابتدينا لقينا نلاقي المساحات، الموضوع سهل. انا بشوف ان الارجنتين كمان رحم ايطاليا من هزيمه تاريخيه اكبر، كان قادر يكسب امبارح 5-6، يعني كان هيبقى فيه اهانه. قبل ما هاجي طبعا لمانشيني والمنتخب الايطالي، كمان نشوف ارقام المباراه، لان زي ما بيقول ميسي يعني كانت مباراه اول ربع ساعه، يعني هنشوف الارقام، لان الارقام كمان بيكون ليها دلاله معينه. ميسي قال ان احنا فرضنا سيطرتنا بعد الهدف الاول، فكمان على مستوى المنتخب الايطالي. والسؤال اللي جاي لسعيد، هل ما زال شبح الخروج من كاس العالم القادمه ما زال مسيطر على اجواء المنتخب الايطالي بطل اوروبا؟ هل ده مأثر على المعنويات؟ هل مانشيني كان وجوده صاحب استكمال المسيره، ام كان من الافضل تغيير القياده الفنيه؟ يعني في الحقيقه خلينا نقول فعليا انك تكون بطل يورو وراجع بعد غياب طويل وحملات تشكيك في الكره الايطاليه عموما وتراجع مستوى كبير، فانك ما تقدرش تصعد كاس عالم وامام خصم ضعيف جدا او خارج التصنيف تماما في المباراه الفاصله، فده بيعيد او بيؤكد الشكوك اللي حواليك، وان تتويجك بالبطوله القاريه او اليورو كان عمل ربما الصدفه لعبت فيه دور كبير والحظ ساعدك فيه. يمكن انا من الناس اللي بتقول ان ايطاليا قدمت يورو عظيم جدا صحيح. جدا، لكن ده لا يعكس ابدا فكره ان الكره الايطاليه تعافت او المنتخب الايطالي تعافى وقادر يرجع. ما زال متاثر زي ما انت حضرتك تفضلت وقلت كابتن هاني، معنويا بخروجه من كاس العالم، غيابه عن المونديال طبعا عامل فارق جدا. في لاعبين كتير في المنتخب الايطالي خلاص يعني خلصوا وهم عبء على المنتخب، زي كليني امبارح احنا بنشوف كليني مضيع مباراته الاخيره، كان ثغره كبيره، قادر تلعب وراه كتير، اي صراع ثنائي بيخسره. فبالتالي انا بشوف مانشيني مظلوم لان المنتخب عنده جوانب قصور في خطوط كتير محتاجه تتعالج، لسه محتاج يشوف عناصر شابه وعناصر جديده تضيف للمنتخب الايطالي. بقاء مانشيني مهم لان على مستوى التكتيك مانشيني فعليا غير من الشكل والهويه الايطاليه اللي خلينا نقول تراجع كتير امام الهويه العصريه للكره الالمانيه والكره الاسبانيه، حتى الانجليز تقدموا انا كتير. معاك تماما، واعتقد كمان الكره الايطاليه محتاج تجديد دماء على مستوى المنتخب، النزول بالاعمار السنيه، حصول ايطاليا على بطوله اوروبا وعدم التاهل لكاس العالم، ده كانت شبح كبير جدا يطارد مانشيني والمنتخب الايطالي. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا المتميز مع المتميز سعيد علي. اهلا بحضراتكم مره تانية سعيد. قبل الفاصل كنا بنتكلم على المنتخب الايطالي، بنتكلم بالاخص على القياده الفنيه والاداره الفنيه مانشيني. انت شايف بعد الخروج او عدم الوصول الكارثي لمنتخب ايطاليا لكاس العالم للمره الثانيه على التوالي، ايه اللي محتاجه المنتخب الايطالي الفتره اللي جايه، او بالاخص مانشيني يعمل ايه لعوده تاني للمنتخب الايطالي لسابع عهده؟ تمام. انا عايز اقول ان مانشيني على
مستوى شغله كمدير فني هو ما عندوش قصور كبير يعني، او الجوانب القصور لا يلام عليها بشكل كبير. اذا تحدثنا عن المعطيات الاخرى الخاصه بمستوى الانديه الايطاليه، قدرتها على التنافسيه مع منافسيها في اوروبا حاليا، مستوى اللاعبين الناشئين والشبان في ايطاليا عامل ازاي دلوقتي؟ احنا لما بنتكلم يعني ما بنعرفش نعد 2 3 لاعبين نقول عليهم مستقبلهم واعد في الكره الايطاليه. فانا بشوف مانشيني على مستوى التكتيك والافكار اضاف للكره الايطاليه، ان انا شفت في نسخه يورو الاخيره منتخب بيبني كره من تحت بخلاف الهويه الايطاليه، منتخب بيمارس ضغط عالي في كل مناطق الملعب، منتخب قادر على انه يلعب الكره العصريه، وده اختلاف. كان بيلعب كره جماعيه بشكل كبير يعني، صحيح. ما كانش في نجم مميز كيزا مثلا انسيني، لكن على مستوى بيلعب كره جماعيه بشكل رائع يعني. صحيح، لكنه في النهايه الادوات عامل مهم جدا علشان تنفذ التكتيك ده. فانا بشوف ان الكره الايطاليه القصور مش في مانشيني ولا في شخص مدير فني، القصور اساسا انك مش قادر تفرز عناصر قادره تضيف للكره الايطاليه وقادره تساعد مانشيني على انه يبني ده. فانا بشوف ان الازمه تحت، ومانشيني مدرب يعني وجوده مهم، استمراريته مهمه، لانه بيغذي فكره لعب الكره العصريه. يمكن انا لما تابعت الدوري الايطالي السنه ده كابتن هاني، شفت فرقه صغيره زي تورينيو بدات تلعب الكره دي، بدات تحضر من تحت، لاتسيو بدا يلعب الكره بالشكل ده، نابولي ما زال متمسك ايضا بانه يقدم الكره دي. فالتحول هياتي اولا من الانديه، ثم بتقدر من خلالها تفرز عناصر قادره تلعب التكتيك اللي كليني ما كانش عايزه ولا حبه، وكان دايما طول الوقت في حاله اشتباك مع جوارديولا ومع الكره العصريه. بيقول لك ايه دايما كليني؟ ان المدافع لازم يفضل مدافع، جوارديولا عايزنا نلعب كوره، عايزنا نتحول لمهاجمين. فانت لا، بالنهايه لازم المدافع في الكره العصريه يتحول لمهاجم قادر انه يبني، قادر انه يطلع بالكوره، قادر انه يشارك في ادوار هجوميه، يقدم الاضافه. فبالتاكيد مدرسه مختلفه، وكمان على مستوى الكره الايطاليه اكيد طبعا بتمر بازمه عدم وصولها لكاس العالم للمره الثانيه على التوالي. زي ما قال سعيد، محتاجين الدوري الايطالي يفرز لاعبين افضل على مستوى الاداء، على مستوى الاعمار السنيه، لكن كمان مهمه صعبه لمانشيني لاستعاده هيبه الكره الايطاليه على المستوى العالمي. نشوف مع حضراتكم قال ايه. لعبوا بصورة حسنة جدا وهيئوا العديد من الفرص، علينا تهنئتهم على أدائهم في هذه المباراة. كان بوسعنا في رأيي تقديم أداء أفضل، إلا أن ذلك لم يحدث. علينا التركيز الآن على مواصلة العمل. إجابات مختصرة سريعة، بيشكر لاعبته، لكن واضح ان هو يعني الامور كانت متوقعة بالنسبة له. تحس ان الامور متوقعة بيقابل منتخب كبير زي منتخب الارجنتيني، وتحس ان هو لا يعني لسه عندي مشوار طويل جاي يعني. صحيح، انت كمان قدام الارجنتين 32 مباراة بدون هزيمة، وزي ما اتكلمنا اخر 10 مباريات 7 كلين شيت، فانت قدام منتخب شرس جدا، فده كان متوقع، لكنه كان بيسعى على الاقل اداء افضل من ده. طيب. يعني شكل الكره الايطاليه في امبارح يعني في وضع محرج جدا جدا امام ميسي وامام الارجنتين، فاعتقد ان هو متاثر معنويا وعنده يعني خلينا نقول خيبه امل ان المباراه طلعت بالشكل ده. لكن انا بقول ان الارجنتين كان رؤوف بايطاليا، او يمكن القدر كان رؤوف شويه بايطاليا، لان كانت المباراه ممكن تطلع 4 وتطلع 5. الارجنتين اضاعت فرص كتير جدا، ويمكن التبديلات كمان اللي تمت علشان ترضيه بعض اللاعبين، او بيحاول يساعد لاعبين جداد زي الفاريز بيدخل لاول مره بنشوفه. فاعتقد ان لو الارجنتين لعب بجديه 90 دقيقه وما اهدرش فرص كتير، كان قادر كمان يطلع بنتيجه اكبر من 3-0. طيب كمان على مستوى الدفاع، بنتكلم على الكره الايطاليه مميزه جدا بالدفاع، وزي ما قال سعيد كليني طبعا البالغ من العمر 37 سنه، ده كانت اخر مباراه ايطاليه بالنسبه له. كمان بنتكلم على بونوتشي طبعا السيرد باك الثاني، بنتكلم على 2 سيرد باكين لمنتخب الايطالي عمرهم اكثر من 70 سنه، 35 و37 سنه. الكره الايطاليه محتاجه مالديني، محتاجه باريز، محتاجين لعيبه مميزه في وسط الدفاع. تعالوا مع بعض ونشوف يا سعيد كمان كليني قال ايه بعد انتهاء المباراه والفوز او الخساره امام المنتخب الارجنتيني بثلاثيه نظيفه. يا
يستحقون الفوز لأنهم لعبوا أفضل منا ولأن منتخبهم عظيم. افتقدنا عددا من العناصر الهامة لكنهم يستحقون الفوز، واعتقد أنهم قادرون على الفوز بكأس العالم. طبعا بيتكلم بشكل واقعي جدا وشكل منطقي جدا، وهو يمكن هو مبسوط ان هو بينهي مسيرته في حدث كبير زي ده، حتى لو هو خسر، لكن في النهايه الكره الايطاليه زي ما اتفقنا هي متراجعه بشكل كلي، وما كانش حد منتظر انتصار. لكن انا اعتقد كيليني خروجه خروج رمزي لمرحله يجب ان تموت من عمر الكره الايطاليه، وانا بشوفه هو معبر عن فكره الهويه الايطاليه اللي خلاص ما بقاش ليها وجود في العصر الحديث. ويمكن انا شخصيا على المستوى الشخصي ببقى مبسوط لهزيمه كيليني لانه بيناهض الحداثه والتطور وحاله اشتباكه مع الكره العصريه. انا كنت طول الوقت ضدها، وكنت بقول ان ايطاليا مش هتتقدم الا اذا لعبت كره جوارديولا اللي ببغضها كيليني. انا اعتقد ان بس سعيد ده محتاج زي ما انت بتقول، لو انت عايز المدرسه ديت يبقى لازم تبدا من الانديه. صحيح. لازم الانديه تبدا تشتغل الشغل. صحيح. ده انك عندك اتنين سيرد باكين او عندك خط الدفاع قادر انه يعمل البيلد اب من تحت. صحيح. طريقه جارديولا، طريقه حتى دلوقتي بنتكلم على كل الفرق في الدوري الانجليزي معظمها بتعمل البيلد اب يعني. صحيح. ده محتاج وقت. بس المهم القناعه الاول، انت تتوصل لهذه القناعه، لكن ما ينفعش يبقى القائد بتاعك الاساسي ده حديثه. يمكن اندرسون كان ليه تصريح سيء جدا جدا عن مانشستر سيتي في الوقت اللي كل الكلوب يورجن كلوب وكل لاعبي ليفربول بيمتدحوا في مانشستر سيتي بشكل قوي جدا. اندرسون قال لك انا ما بتفرجش على ماتشات مانشستر سيتي، طريقتهم ما بتعجبنيش، انا بتفرج على افلام اطفال. ويمكن ده تصريح يعني ساذج جدا، ما ينفعش يصدر عن قائد وكابتن فريق منافس في اقوى دوري في العالم. فانا بعتقد ان ده بيعبر عن طريقه تفكير غلط جدا. ويمكن اندرسون بالتحديد كان واحد من الاسباب اللي ادت لان ليفربول ما يكونش في افضل حالاته في نهايه دوري ابطال اوروبا. يمكن اخر 10 مباريات او اخر 12 مباراه في الدوري كان الاثنين المحاور تياجو الكنتارا ونابي كيتا، والاثنين قادرين يعملوا اضافه هجوميه كبيره. صحيح. لما اصيب فابينيو بدا يدخل اندرسون، وللاسف الشديد اندرسون بدا في المحور في نهايه دوري ابطال اوروبا، ولانه مش قادر يقدم التكمله الهجوميه وانه يبقى مهاجم ثاني وانه قادر على الاختراق، بيلعب بالشكل النمطي اللي هو بيحبه ويفضله واللعب المباشر اللي هو بيتكلم عنه. ليفربول افتقد للمحور المهم جدا القادر على الاختراق. يمكن اكتر مباراه في مشوار ليفربول ابرزت قد ايه فينالدوم مؤثر غيابه خلال منذ الرحلة عن ليفربول هي مباراه ريال مدريد، لانك ما كانش عندك المحور اللي قادر يكمل. ربما نابي كيتا عمل ده شويه في بطوله الدوري وقدر يروغ وقدر يخترق. تياجو الكانتارا لما بيبقى في حالته البدنيه وعنده تحرر اكبر في التقدم بالكوره ودخول منطقه الجزاء الخصم، لكن ده ما كانش حاصل في النهائي لانه ما كانش كامل بدنيا وكان مصاب وكان في شكوك اساسا لحد اللحظه الاخيره حوالين مشاركته. فانا بقول لهندرسون لا، انت لازم تقتنع بان في حدثه بتحصل وفي تطور. مفيش شك يا طبعا. وخلي بالك الابديت دايما ما بيكونش على المدرب بس، كمان لازم اللعيب يطور من نفسه. صحيح. على مستوى الخطط، على مستوى المدربين. وإيمرسون طبعا لعيب مدافع المنتخب الإيطالي كان كمان ليه تصريح بعد المباراة، نشوف مع حضراتكم. أردنا أن نمنح كيليني فرصة رفع كأس آخر، إلا أن ذلك لم يكن ممكنا. أسعدني اللعب بجانبه في المنتخب الوطني في آخر 4 سنوات، أتمنى له التوفيق في حياته. طبعا هو بيتكلم على طبعا كيليني، وهو اكيد سعيد بانه يلعب بجوار كيليني. ما فيش شك طبعا كيليني رمز، طبعا رمز كبير وتاريخ كبير جدا في الكره الايطاليه ما فيش شك. ولكن زي ما بنقول في جديد كل يوم في الكره، في تطورات، في تطور كتير، ولازم اللعيبه كمان لازم تطور نفسها بقدر وبسرعه تطور الكره في الخطط وفي البوزيشن وفي التحركات وكل حاجه. يا كابتن احنا يعني عايز اتكلم عن مثال بسيط جدا في فكره اللاعب المتطور. محمد صلاح وصل للحاله اللي هو بيعيشها، ووصل الى الدوري الانجليزي في موسم الاول قدم اهم ارقام طوال مشواره مع ليفربول في الموسم الاول ليه. طب هل اللاعب اللي بيقدم اهم ارقام ليه في الموسم الاول ده ناتج عن صدفه ولا في حاجات حصلت؟ الحاجات اللي حصلت لما بتيجي تقرا الستوري بتاع محمد صلاح وازاي جهز نفسه قبل ما يوصل. تيجي نأجل الكلام الحلو ده لان في فقره كامله عن محمد صلاح. صحيح. لان محمد صلاح عايزين كمان نقيمه على مستوى السنه دي. ناس بتقول ان محمد صلاح السنه دي
خرج يعني فارغ الوفاض زي ما بيقولوا، او ما عندوش اي انجازات، لكن الكلام ده عاري تماما من الصح. محمد صلاح بيقدم موسم اكتر من رائع، هيكون كلامنا ان شاء الله بعد الفاصل كلام كتير جدا جدا عن محمد صلاح، وطبعا وكمان سعيد علي محضر لنا ارقام كتير جدا، نشوف محمد صلاح عمل ايه السيزون ده بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، الفقره دي خاصه بمحمد صلاح. وقبل ما اتناقش مع طبعا ناقدنا وضيفنا النهارده سعيد على محمد صلاح، انا من خلال تواجدي في 12 سنه او 15 سنه في اوروبا عايز اقول لحضراتكم ما وصل ليه محمد صلاح ده خيال. ما كانش اي حد ومنهم انا وكل اساله كل المحترفين واي واحد في مصر اساله هل كان يتوقع في يوم من الايام ان يكون عندنا لاعب مصري عربي يصل لارقام محمد صلاح؟ ما اعتقدش حد هيقول لك اه. ومحمد صلاح بيحقق انجازات رائعه. محمد صلاح وخلي بالكم انتوا بس بتشوفوا من بره، يعني انا عشت التجربه وعشت قد ايه التحديات والصعوبات اللي حضراتكم ممكن ما بتكونوش شايفينها على الشاشه. يعني اللي بتشوفوه 90 دقيقه ده ملخص سريع جدا لتحديات وتحديات كبيره جدا بيمر بيها اللاعب من خلال بداية من التزامه، من تدريباته، من صبره، من بعض الانتقادات، من كونه لعيب عربي مصري. خلي بالكم دي مهم جدا، أنا عشت الكلام دوت. وتجديد الطموحات، بيلعب في أقوى نادي، أقوى نادي في أوروبا وأقوى دوري في العالم. تحديات على مستوى الأرقام، تحديات على مستوى اللعيبة المنافسة. خلي بالكم الامر ده امر صعب جدا جدا جدا. ما وصل اليه محمد صلاح وما يحققه محمد صلاح يصعب على اي لاعب مصري خلال نقدر نقول الخمسين سنه اللي جايه انه يحققه. فعايزين ندي هذا الرجل القيمه المناسبه ليه. محمد صلاح يا جماعه لازم يتقيم في بلده اكتر من كده. لازم، ما بقولكش ما تنتقدش محمد صلاح لو لعب مباراه مع المنتخب، لا لا خالص، ما فيش حد خارج الانتقاد، ولكن ادي البني ادم قيمته الحقيقيه. دايما بيقول المصري ما بيتقدرش في بلده، بيتقدر بره. عايزين ننهي المقوله دي، عايزين، لا احنا كمصريين لازم 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 ننجح اولادنا، ولازم نقف جنب اولادنا، ولازم نعمل سبورت لاولادنا. فسعيد معلش انا خدت الدقيقتين دول لان الفترات اللي فاتت وبعد خساره ليفربول النهائي دوري الابطال هنقول قله من الناس هاجموا محمد صلاح، وانا اصلا انا عشت التجربه دي تمام وعارف يعني زي ما بقول الناس بتشوف ال 90 دقيقه صحيح. بقيه الايام وبقيه الساعات اللي بيقضيها محمد صلاح عشان يحضر لل 90 دقيقه دي مش سهله صحيح. وبالتالي رايك ايه اولا في الجزئيه ديت، ونبدا نشوف محمد صلاح عمل ايه الموسم ده. طيب انا عايز بس اكد في البدايه كابتن على ان مفيش انسان واحد او شخص واحد او مشجع واحد سواء في مصر او في اي مكان في العالم ينكر ان محمد صلاح واحد من العلامات البارزه في كرة القدم الحديثة وفي آخر خمس سنوات بالتحديد، يعني بيقف على مسافة واحدة مع أفضل أربع خمس لاعبين بيقدموا أداء على مستوى فردي. محمد صلاح هو الشيء أقرب إلى معجزة، مفيش خلاف أبدا على هذا الأمر. لكن أنا اسمح لي كابتن أختلف معاك في نقطة معينة. الناس اللي انتقدت محمد صلاح أو جمهور ريال مدريد في مصر اللي انتقد محمد صلاح وهو كله قطاع شاب واغلبيتهم مراهقين بالاساس، فانا مش عايز يا كابتن احاسبهم او احاكمهم واعلق لهم مشانق علشان هي ميولهم او عاطفتهم بتصب. لا بس انا هقف عند دي. اتفضل. انا ما قلتش انت من حقك، انت بتشجع ريال مدريد صحيح. من حقك انك تشجع النادي اللي بتحبه صحيح. مش معنى انك بتشجع ريال مدريد معنى كده انك ضد ابن بلدك صحيح. محمد صلاح لازم نحط صح. فاصل ده اللي انا عايز اوضحه طيب. لا لا صحيح. لكن أنا بتكلم على الناس اللي بتنقص من قيمة محمد صلاح بالرغم من زي ما بقول لك هو ما كانش حد في مصر يتخيل إن ممكن في لعيب مصري يوصل لمصر ليه هو محمد أشبه صلاح. بمعجزة زي ما قلت وبكرر تاني بالتأكيد ما فيش أي حد يقدر ينقص، بس خليني أقول إن يعني حتى النسبة القليلة جدا اللي طوال الوقت مش عايز أشوف حد ناجح محمد صلاح ولا غيره، فدي يعني لا تنطبق عليها
الحاله الخاصه بريال مدريد، لان الحاله الخاصه بتاع ريال مدريد يمكن حصل اشتباك، يمكن انا لاحظته كويس جدا ما بين المجموعه اللي هي الشابه بالتحديد والقطاع الارض اللي هو يمكن عايز اقول شغفه بكره القدم زاد او ظهر مع محمد صلاح او مع بروز ظاهره محمد صلاح مع ليفربول. في النهايه عايزين نقول ان محمد صلاح هو رمز لينا كلنا كمصريين، مدعاه للتفاخر طوال الوقت مش بس للمصريين، للمنطقه العربيه ولقاره افريقيا بشكل عام انها بتصدر نجم بهذه الامكانيات الكبيره وانه قادر ينافس اهم مواهب العالم في العصر الحديث، والنهارده بيتقارن مع ميسي ورونالدو ويتجاوزهم في جوائز فرديه كتير جدا. فبالتاكيد ده محل فخر لنا جميعا، وعشان يصل للمنطقه دي محمد صلاح تعب جدا 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 على المستوى الفردي هذا الموسم. على المستوى الفردي هذا الموسم محمد صلاح بيقدم انضج نسخه ليه، يعني مش بس عشان الارقام اللي الناس بتتكلم عنها، لا محمد صلاح قدم انضج نسخه والاقرب الى التكامل. ليه؟ لان النهارده محمد صلاح اضاف مثلا في هذا السيزون انه اصبح مراوغ جدا. محمد صلاح قبل الموسم ده ما كانش قادر ان هو يراوغ 2 و3 لاعبين ويخترق بنفسه، ما كانش ده بيتكرر. النهارده بيعملها في اهم مباراه في الموسم امام مانشستر سيتي، ثم يكررها في مباراه صعبه جدا جدا. محمد صلاح اصبح قادر على انه يلعب في مناطق بعيده قوي عن منطقه الخصم، انه ينزل لتحت قوي، انه يقوم بعمليات التطوير، وانه يضيف للفرقه ويساعد زمايله في النوم، بيخلق كم فرص كبير. فبشوف لا، محمد صلاح على المستوى الفردي فعليا قدم واحده من امتع النسخ لاي لاعب بيقدم مستوى فردي، وبلا شك يستحق على ما قدمه هذا الموسم ان يكون ما بين الثلاث لاعبين اللي هيقفوا على منصه الكره الذهبيه في نهايه الموسم. فهو ما كانش محظوظ الحقيقه ان فريقه على المستوى الجماعي حرم من اهم بطولتين بشكل درامي وبشكل، يعني هو كان قريب جدا جدا. اعتقد ان تتويج صلاح بالدوري الانجليزي والابطال كان بشكل واضح جدا بيديه الكره الذهبيه، لكن ده مهم علشان يخلق لصلاح دافع جديد وحافز جديد يخليه يكمل اكتر ويخليه متحمس زي ما احنا شفناه النهارده بيكتب وبيقول ان انا متحمس جدا لبدايه موسم جديد. ده طبيعي وخلاص. خلينا قبل كمان ما نروح للارقام كمان عايز اقف عند يمكن السوشيال ميديا تداولت صورتين، يعني صوره طبعا وصول سان طبعا اللاعب الكوري الجنوبي لبلده واستقبال الناس ليه، وصوره مختلفه تماما عن وصول محمد صلاح لمصر لانضمامه لمنتخب مصر. تاني بقول العمليه دي خلي بالكوا الديتيلز الصغيره دي بتفرق جدا. يعني ناس تقول ايه المشكله، لا مش هقول لك في مشكله، ولكن الحاجات الصغيره دي لما يكون في استقبال يليق باسم محمد صلاح وما انجزه لبلده والاسمه ده بيفرق جدا مع اللعيب، يعني بيفرق جدا مع التركات الصغيره دي بتفرق جدا. سون بيوصل هناك للمطار في استقباله مئات المشجعين، في استقباله ناس من الاتحاد الكوري، بعد كده كمان استقبله رئيس الجمهوريه كافضل او لاول لاعب في اسيا يحصل على هداف الدوري الانجليزي. الصوره مختلفه شويه عندنا في مصر، وزي ما بقول لك ان الحاجات دي بتفرق. الصوره اللي قدام حضراتكم ديت طبعا وصول محمد صلاح لطبعا مطار القاهره للانضمام للمنتخب المصري. انا كان رايي كان المفروض الاستقبال يكون افضل من كده بكتير. لازم الاستقبال محمد صلاح لما ينزل بلده يحس ان بلده مقدراه بالقدر الكافي. محمد صلاح لما يجي ينضم لمنتخب مصر، وخلي بالك ده من حقه، اصل تقول لي طب باقي اللاعبين، كمان باقي اللاعبين لازم يكون استقبال يليق بيهم، لكن محمد صلاح حط مصر وحط على الخريطه العالميه يعني بصوره كبيره جدا. الصوره الثانيه زي ما بقول لحضراتكم لسون. سون طبعا لعيب كويس واول لاعب في اسيا يحصل على هداف الدوري الانجليزي، ولكن خلي بالكم هي دي الديتيلز الحاجات الصغيره اللي لازم ناخد بالنا منها سعيد. الحاجات دي صدقني بتفرق في نفسيات اللعيبه، حتى لو ما يعني صلاح ما بيبينش، لكن اولا ده واجب علينا لما يقدمه محمد صلاح لبلده والاسم بلده. واجب علينا ان احنا نكرم هذا اللاعب بشكل صحيح. كبير. و التعامل مع صلاح، الجماهير الموجود في كوريا، انا كنت اتمنى حتى يتعرض حتى او يقول محمد صلاح هيصل القاهره يوم كذا، زي ما انت شايف صحيح. وصول سون طبعا كوريا جماهير واستقبال اكتر ومنظم، خلي بالك صحيح. منظم. انا يا فرحتي ان انا ادخل جماهير او الناس عايزه تشوف محمد صلاح ويتبهدل، لا في عمليه تنظيم،
في زون محطوط، الراجل نازل في مسافات بعيده، الناس بتتصور معاه، يعني في ناس بتستقبله من الاتحاد الكوري، من لكن الصوره مخالفه تماما هنا، تماما صوره مختلفه تماما. وزي ما بقول ده حق صراحه علينا يا جماعه، وما حدش يزعل مني ان انا بتكلم كده. في لعيبه كمان محترفه بشكل كويس، بنتكلم عن نني، بنتكلم على لعيبه تانية، لكن اللي وصل له محمد صلاح، من حق محمد صلاح انه يحس بده في بلده. الاحساس لما بتحس ان بلدك بتكرمك، صدقني افضل كتير جدا جدا لما بكرم في انجلترا او في المانيا او في اسبانيا او في تركيا. التكريم جوه بيتك بيبقى ليه شعور خاص وبيبقى ليه مردود مختلف. نتمنى ناخد بالنا من الديتيلز الصغيره دي. اتفضل يا سيد. طبعا يا كابتن انا ممكن اتفق معاك في الجزئيه العامه، ان صلاح بما وصل اليه وحققه من انجازات وانه طوال الوقت بيضيف لاسم مصر الكثير، فانه يستحق تقدير افضل واكبر بكتير جدا جدا. وانه يعني فعليا احنا ما عرفناش نعبر لا دوله او كشعب على حجم الانجاز اللي صلاح يستحقه ونقدم له التقدير الكافي لده. لكن لما اجي اتكلم على الواقع اللي احنا بنشوفها دلوقتي ومقارنتها بسون، انا بشوف، انا عايز حضرتك يعني تسال صلاح الاول، انت كنت تحب الجمهور يستقبلك ولا لا؟ انا اعتقد ان صلاح ما كانش منتظر الجمهور ومش عايز استقبال، لانه لو عايز ما كانش هيتخفى في نظاره وكمامه وكاب بالشكل ده. انا اعتقد ان صلاح حريص ان زيارته تكون فيها شيء من السريه شويه، او ان هو مش عايز يختلط بالناس بشكل لا كبير. انا ما اعتقدش ده سعيد، لان لو العمليه اتنظمت بشكل كويس انا كنت محترف وعارف شعوري. انا لما اكون مثلا في المانيا وجاي عشان المنتخب مصر، ببقى سعيد جدا لو حتى وانا ماشي في المطار الناس بتقول شد حيلك كابتن، ربنا معاك. التنظيم لو نفسه، لو صلاح فعليا ما كانش عايز، يبقى اكيد لو صلاح شخصيا كان مرحب بفكره ان الجمهور يستقبله، فانا اعتقد ان القصور عندنا احنا. لكن لو صلاح مش عايز، وانا تقديري الشخصي ان صلاح ما كانش عايز ده، ما كانش عايز ان الناس تبقى عارفه وان يستقبلوه بشكل كبير. وخاصه كابتن عايز اقول حاجه تاني، ان محمد صلاح مش اول مره يحقق الارقام الفرديه الجميله او يحقق جوائز فرديه، بخلاف سون ان الاول مره في تاريخه بيفوز. حلو حتى لما الحلقه انا مختلفه شويه. يعني خلي بالك، ما هو مع الوقت لازم برضو يكون في حاجه تتعمل. انا ما بتكلمش بصفه، يعني انا دايما على الحاله بنفسها. الحاله انا بتكلم فعلا في العموم. صلاح فعلا يستحق ان احنا نقدم له حاجات افضل، نقول له احنا شايفين انت قد ايه مشرفنا، شايفينك انت قد ايه رمز، فعلا بتنقلنا الى مكانه اخرى ونقله تانية، ان انت فعليا اسهمت بشكل او باخر في رفع طموحاتنا ورفع امانينا وغذيت جوانا كلنا وجوه اولادنا القدره على ان احنا نتجاوز ونكسر اي حواجز، وان احنا نروح مكان بعيد خالص. نروح مكان بعيد خالص كمان. صحيح. من خلال الارقام، يعني بص الارقام اللي بتتكلم عليها، مشاركه 51 مباراه، اهداف 31، صناعه اهداف 16 في الدوري، 23 هدف، صناعه الاهداف 13. خلي بالك كمان في رقم حلو قوي عجبني، من 2003 ما كانش فيه في دوري الابطال اي لاعب قدر يسدد 6 تصويبات على المرمى في نهائي دوري الابطال. صحيح. فتخيل كمان نهائي دوري الابطال، اعظم بطوله على مستوى اوروبا وبيحقق فيها ارقام كبيره. صلاح في نهائي دوري الابطال في التصريح اللي قاله قبل المباراه، ان انا مستعد وانتظر ريال مدريد وعندي رغبه في الصقر، اعتقد انه كان محضر جدا وكان جاهز جدا لهذا التحدي بما قدمه في المباراه النهائيه. فعليا يعني مش قدم افضل اداء لمحمد صلاح، لا ده بيقدم افضل اداء لاي لاعب ممكن يقدمه في مباراه نهائيه، وخاصه بحجم نهائي دوري ابطال اوروبا. كان متفوق على نفسه بشكل غير عادي. يمكن احنا وهو حرمنا من واحده من اجمل الاهداف في تاريخ دوري الابطال، لما تشوف يا كابتن الكوره وهي نازله اللي عملت كنترول عظيم قوي قوي. ده للاستقبال يعني لوحده، ده معجزه يعني يتعزف عليها كتير جدا. ثم المراوغه، ثم الانهاء كابتن بالقدم الميته او قدم اليمنى. شوف الكوره فعلا محمد صلاح سجلها كتير قوي، لكن لانه امام حارس مرمى رد فعله مش عادي. يعني كورتوا فعليا بيفرق بمسافات كبيره قوي في فكره، في تفصيله رد الفعل تحديدا، رد فعله على التسديدات رد فعل خارق. والتسديده دي كمان بالذات يا سعيد، وده ينقلنا للصوره اللي بعد كده، ان بعد كره ما طلعت كورنر كل مدافعين ريال مدريد راحوا حضنوا كورتوا وكانه صد ضربه جزاء. صحيح. مش شوط اخطر. صحيح فعليا، لانها في كل مره صلاح سجلها، ولا مره صلاح بيروح في المنطقه دي وهو بيشتغل قوي على دقه الانهاء، هتروح في انهي زاويه وانهي ارتفاع وباي قوه وباي دقه. فصلاح عمل كل الحاجات اللي تخليك تشوف رائعه، مش هدف، تشوف رائعه من روائع
دوري ابطال اوروبا اللي تستحق انها تتحط في النهايه في متحف فيفا ومتحف الابطال، لكن للاسف الشديد احنا حرمنا وهو حرم، وربما هو النهارده التوفيق غاب عنه وهو بيقدم افضل حاجه ليه. صحيح. لكن التوفيق بيجي له في حاجات ثانيه، والناس في بعض المباريات ما بيكونش بهذا التالق وبيسجل. صحيح. هنا بقى المعادله اللي هو بيقول لك هو التوفيق هيجي لك في اوقات الناس تشوف ان انت ما عملتش كل حاجه، بس لا، انت عملت كل حاجه في اوقات ثانيه علشان كده التوفيق راح لك في الزمن. طيب عايز اكلمك في جزئيه ثانيه. طبعا حصول محمد صلاح بمناصفه على جائزه الهداف مع سون، وكمان افضل اسيست، لكن كمان مرشح للحصول على افضل لاعب في البريمير ليج، مع طبعا لو كمان نجيب صور في خمس مرشحين بجانب صلاح للحصول على هذه الجائزه. تفتكر رايحه لمين؟ هل محمد صلاح يستحق فعلا هذه الجائزه؟ بالتاكيد مفيش شك. يعني طبعا يعني دول السته المرشحين، طبعا فان دايك ليفربول، طبعا هاري كين توتنهام، ساديو ماني ليفربول، كريستيانو رونالدو المان يونايتد، صلاح طبعا ليفربول، ودي بروين المان سيتي. انا عايز اشوف، عايز اقول في البدايه ان خروج سون من الترشيحات يعني هو امر غريب جدا جدا. صح. جدا يعني مظبوط، يعني يستحق ان هو يقف على نفس المسافه مع محمد صلاح ودي بروين، هم دول اهم ثلاث لاعبين. هتحط سون مكان مين من دول؟ يعني خليني احطه مكان هاري كين او فان دايك، يعني بالتاكيد هو افضل من الثنائي، وكمان يعني انا شخصيا افضله على رونالدو وعلى ساديو ماني، يعني هو بعد صلاح ودي بروين بشكل مباشر. بشوف ان صلاح فرصه اكبر، لان زي ما قلنا صلاح على المستوى الفردي رقميا بعيد جدا جدا، لكن مش بس رقميا، محمد صلاح يا كابتن هاني افضل ما فيه هذا الموسم لما تدقق في التفاصيل، فعليا هو اضاف لنفسه اشياء جديده، زي ما قلت لحضرتك من بدري انه بدا ينزل تحت كتير، وبقى عنده ثقه في فكره ان يجي عليها مدافع واتجاوز مدافع واثنين وثلاثه، فبقى عنده ثقه في نفسه بشكل كبير جدا، بعيدا عن ان هو بينهي الهجمات بشكل كويس. كان دايما خلاف حوالين صلاح، هو منهي جيد للهجمات، هو فينشر رائع وهداف، لا، صلاح بقى في الموسم ده بالتحديد بيعمل كل حاجه في الكوره، فعليا اصبح لاعب مرعب وخطر جدا جدا على اي خصم. عايز اقول كمان ان صلاح في الموسم ده في الدور الثاني بالتحديد، لما يورجن كلوب قرب ساديو ماني للمرمى بشكل اكتر ولعبه في مركز المهاجم الصريح، فده خلى شريك اخر يقاسم صلاح التورته التهديفيه في الدور الثاني بالتحديد، واللي اثرت على ارقامه شويه، يعني قللت صلاح في الدور الثاني تاثر شويه، لان اصبح في لاعب اخر بينهي الهجمات واقرب للمرمى من صلاح، بخلاف لما كان بيحصل مع فيرمينيو بالتحديد اللي بيقوم بادوار تحت كتير قوي، فده بيخلي صلاح هو المنهي الوحيد او بنسبه 70-80% هو اللي بينهي هجمات ليفربول، ومع ذلك قدر صلاح انه يقدم الاداء الفردي في كل مناطق الملعب بشكل قوي جدا يستحق عليه في النهايه. في كمان رقم، يمكن كمان من الارقام، مش رقم صلاح السنه دي، يعني قائمه اكثر اللاعبين تسجيل وصناعه للاهداف في البريمير ليج من موسم 2017-2018، رقم واحد يعني من 2017-2018 لغايه هذا الموسم، محمد صلاح نمره واحد ب 164، منهم 118 هدف و 46 اسيست. بنتكلم صلاح رقم واحد، رقم اثنين هاري كين، رقم ثلاثه سون الكوري، رقم اربعه ستيرلينج طبعا لاعب السيتي، ثم ياتي دي بروين وساديو ماني. ايضا في خلال، بنتكلم كمان على احصائيه خلال الاربع سنين اللي فاتوا من 2018 ل 2022، اكثر اللاعب سجل على مستوى البريمير ليج صناعه للاهداف وتسجيل للاهداف، محمد صلاح ب 164 هدف. كمان على مستوى التجميع، ما نتكلمش على هذا الموسم بس، يعني فكره الاستمراريه، هو ده بقى بينفي مقوله ان محمد صلاح لاعب الموسم الواحد اللي اتقالت في فتره من الفترات، طبعا دي تجاوزناها من بدري شويه، لكنه بياخدنا لمرحله ثانيه اللي هي بتقول معانا الرقم اهو. دي طبعا زي ما قلت لحضراتكم، ده اكتر لاعبين تسجيل وصناعه للاهداف منذ عام 2017-2018، صلاح بيتصدر ب 164 جول زائد اسيست. صحيح. يعني خلينا نقول ان الاستمراريه وانك لمده خمس سنوات بتتجاوز كل هؤلاء النجوم وبفجوه كبيره، خلينا نقول الارقام بعيده شويه يا كابتن، يعني انت بتفرق ب 35 و40 هدف عن الثاني، و60 و70 هدف عن المركز الثالث، وبتفرق عن دي بروين اللي هو دي بروين 102 اهم لاعب، 164، يعني انت بتفرق اكتر من 60 جول مع اهم لاعب في اهم منظومه داخل البريمير ليج، الفريق اللي فايز باربع نسخ من اصل خمسه، فانت بالتالي لا، انت على المستوى الفردي بتقول انك خارق.
صحيح. يعني انت مش طبيعي فعليا اللي قدمه محمد صلاح على المستوى الفردي في الخمس سنين الاخيره واستمراريته كمان من 3 لـ5 سنين اخرى، ده يعني هيرفع من قيمته ما بين اساطير البريمير ليج والكره العالميه بشكل كبير جدا جدا. هتخلي الفجوه بينه وما بين نجوم افريقيا يعني فجوه يعني تعادل الفرق ما بين السماء والارض. طبيعي. طب انا عايز اخدك في حته تانية قبل الفاصل يا سعيد. كنا منتظرين هل تجديد محمد صلاح تعاقده، بعد التقارير اللي وصلت اخيرا ان من الممكن انتقال محمد صلاح في نهايه الموسم القادم. يعني هيلعب السنه دي مع ليفربول ولكن العام القادم سينضم الى المان سيتي مجانا من ليفربول. صحيح. طيب انا قريت التقارير اللي قالت فعليا ان محمد قالت كده نصا ان محمد صلاح عنده رغبه اذا انتقل من ليفربول انه يخوض تجربه مع فريق انجليزي اخر قادر على التنافسيه على كل البطولات. هنا كل التاويلات راحت في سياق مانشستر سيتي هو الاقرب لضم محمد صلاح، ومحمد صلاح ما عندوش مانع للانضمام لمانشستر سيتي. لكن لو قلت لي انا وجهه نظري، مش وجهه نظري، تحليلي للي اتقال ده واللي تم تسريبه في التوقيت ده، انا بشوف ان وكيل محمد صلاح بيمارس ضغوط في الفتره الحاليه على ليفربول بدءا من اللي قاله محمد صلاح بشكل مخطط في المؤتمر الصحفي الاخير انه هيلعب الموسم اللي جاي مع ليفربول. خلي بالك هو محمد صلاح لما يقول انا مكمل الموسم الاخير مع ليفربول ده شيء مش يعني ما يسعدش اداره ليفربول ولا يرضيها طبعا. لو انت هتلعب بدون تجديد فانت بتحطني تحت الضغط اكتر، وكلما اقترب رحيلك فانت هنا بتدفعني ان انا اقبل شروطك. فانا بشوف الخطوه دي اولا، ثم تسريب انه مستعد يلعب في نادي انجليزي اخر، دي خطوات تصاعديه للضغط على اداره ليفربول، اما ان تلبي طلباتي واما انك استاذنك هشوف تجربتي في مكان تاني. انا شخصيا بشوف ان محمد صلاح التقدير المادي اللي عايزه في ليفربول، وكل التقارير بتقول 400,000 استرليني اسبوعيا ده الرقم اللي هو عايزه، الانديه الانجليزيه كلها هتقدم له نفس الرقم، يونايتد، تشيلسي، مانشستر سيتي، اي حد هيقدم له. لكن انا بشوف ان مش هيكون ده الهدف بتاع محمد صلاح وحده، وهشوف ان المغريات هتكون اكبر من انديه ثانيه زي باريس سان جيرمان او ريال مدريد. فاذا قرر الخروج من ليفربول اعتقد انه هيكون في خطوه ثانيه خارج الدوري الانجليزي. انا بتفق معاك، لان محمد صلاح مرتبط جدا جدا بالبريمير ليج، وافضل دوري يقدر محمد صلاح يستكمل ارقامه وتالقه هو البريمير ليج. لكن كمان على مستوى السوشيال ميديا محمد صلاح نزل تويتر لرساله لجماهير ليفربول نحب نشوفها مع حضراتكم كمان، لان ده كمان مهم، كانت رساله لمحمد صلاح. يعني طبعا زي ما انت بتقول محمد، دي التويته ومحمد صلاح بيتكلم على انه هو لا ما بيهموش الالقاب الفرديه اختصارها. صحيح. لكن على المستوى كان يتمنى عوده النهائي مره اخرى والفوز بيه. ده بيدي كمان انطباع او رساله للجماهير ان بعض الناس كانت بتقول ان محمد صلاح بيلعب بشكل فردي لتحقيق ارقام فرديه، ولكن هو كمان بيتكلم هو ممكن يتنازل على كل الالقاب الفرديه مجرد انه طبعا يفوز ببطولات على المستوى الجماعي. اعتقد انها رساله مهمه جدا بيتدارك فيها خطا ربما وقع فيه في الفتره الماضيه لما اتكلم عن فكره ان انا افضل لاعب في العالم وان انا شايف نفسي افضل لاعب في العالم. هي طبيعي في ناس كتير، محمد صلاح بالتحديد من حقه يقول كده، احنا شايفينه كده. انما هل ده يتسق مع شخص محمد صلاح؟ هو ربما ده يعبر عن شخص كريستيانو رونالدو اللي بيطلع طول الوقت ابراهيموفيتش. ابراهيموفيتش هو يناسب شخصيه ده، لكن شخصيه محمد صلاح اللي ارتبطت بجمهور مختلف عن ده. فهنا صلاح لما الناس بدات تشوف ان انت عندك اطماع ان انت تحقق ارقام فرديه ومش مركز في حاجات تانية، فهنا بيتدارك الامر بان لا، انا مستعد اتخلى عن اي شيء مقابل ان انا افوز بالالقاب الجماعيه. ويمكن هنا هو لحق رد على ساديو ماني، لان ساديو ماني في المؤتمر الاخير قال انا عندي استعداد ان انا اخسر جائزه افضل لاعب مقابل ان انا افوز بدوري الابطال، ولو انا خسرتها اخسرها لبنزيما. في صراع لسه بيحصل. في صراع. وساديو ماني اعتقد كمان رايح بايرن ميونخ في النهايه. طبعا سعيد بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. انا بشكرك جدا ودايما مبسوط انا معاك. شكرا جزيلا لسعيد طبعا علي ناقدنا الرياضي. بعد الفاصل كمان في فقره مميزه مع نجمنا محمد الباز، انتظرونا. اهلا بحضراتكم في فقره الخميس المميزه مع المميز محمد الباز، وتحليل وارقام مختلفه. النهارده حصاد يمكن نهايه الدوريات الخمسه الكبرى، هيشرحها لنا ونشوف افضل لاعب وافضل فريق وحاجات كتيره جدا على المستوى الفني مع نجمنا محمد الباز. باز ازيك؟ ازي حضرتك؟ مساء الخير. ايه؟ الحمد لله كله تمام. يلا محضر لنا ايه النهارده؟
يعني في الحصاد لازم نبدأ بتشكيلة، يعني أفضل تشكيلة، أفضل بوزيشنز، مراكز في الخمس دوريات الكبرى. أحسن 11 لاعب على مستوى الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا محضر لنا، يلا نبدأ بيهم. خلينا نبدأ بالتشكيلة. طبعا يعني لو هنفترض نلعب بـ 4-3-3 وهي برضو أشهر سيستم معظم المدربين في الدوريات الكبرى بيلعبوا بيهم. يعني لو نعرض التشكيلة نبدأ بحارس المرمى كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الاخطبوط العظيم، كان له دور كبير جدا في تشامبيونز ليج وفوز ريال مدريد زي ما شفنا امام ليفربول في النهائي. يعني قول لي ليه مش اليسون بيكارت على سبيل المثال، كمان عمل موسم اكتر من رائع، هل اخترت كورتوا نتيجه بس المباراه النهائيه امام ليفربول وتالقه الكبير، ام على مستوى الليجا الاسبانيه كان متفوق يعني طبعا اخترته علشان النهائي بس، ولا كان على مستوى السيزون كاملا؟ يعني هو للامانه اولا لان في النهائي كان ليه دور كبير بالنهاية جدا، يعني اثرت بالنهائي بشكل كبير جدا، 9 تصديات جوان بشكل كبير جدا، 9 تصديات شالهم كورتوا من قلب المرمى، يعني 3-4 من محمد صلاح لوحده. على فكره ده اكبر رقم في التاريخ في نهائيات دوري ابطال اوروبا ولحارس مرمى. على الرغم من ان هو ثالث اقوى كلين شيت في الدوري الاسباني مقارنه طبعا باليسون بيكر وادرسون في الدوري الانجليزي، هم اقوى كلين شيت او افضل كلين شيت في الدوري الانجليزي، يعني نفس الرقم 21 رقم، اما اليسون كورتوا في الدوري الاسباني 16 كلين شيت، فهم الافضل رقميا. ولكن احنا شفنا اخطاء كبيره لاليسون بيكر للامانه، يعني كورتوا لا كان ماسك نفسه حارس يعني عملاق ليه، ساهم بشكل كبير جدا في فوز فريقه خصوصا في الشامبيونز ليج. طيب تعال نروح للباك رايت، باك رايت ارنولد احسن باك رايت، ليه ادوار كبيره هجوميه بيشارك فيها بشكل كبير جدا، ساهم في مساهمه كبيره جدا بالارقام ايضا في صناعه الاهداف مع ليفربول، وهنشوف الارقام معانا النهارده. مزبوط. ارنولد من افضل الباكات اليمين اللي في العالم، اللي بتورينا الكره الحديثه ازاي تلعب كباك يمين في المشاركه الهجوميه والتغطيه العكسيه والضغط العكسي بشكل كبير جدا. التغطيه العكسيه اكيد كان في مشكله بالنسبه له في هدف ليفربول، هنشوفه النهارده مع بعض. على مستوى الاثنين السيرتباكين روديجر طبعا وفان دايك، فان دايك وروديجر الالماني طبعا مدافع تشيلسي، انا اخترنا روديجر خلاص هو دلوقتي طبعا اعلن النهارده رسميا انضمامه لريال مدريد. روبن دياز يعني انا ممكن اختاره البديل، او ماتيب في من ليفربول قد يكونوا بدلاء لروديجر في افضل تشكيل. فان دايك لا خلاف عليه، يعني صحيح. رقم واحد في قلب الدفاع لازم يكون موجود. كانسيلو الباك الشمال، باك شمال طبعا المان سيتي اللي اتبنى عليه تكتيك جوارديولا بشكل كبير طوال الموسم، ليه مساهمات كبيره جدا. طب ليه يعني مش ريبرتسون؟ لان ريبرتسون عنده اخطاء كبيره جدا في التغطيه العكسيه وشفناها بشكل كبير وهنشرحها النهارده تكتيكيا في معظم اللقاءات. كانسيلو تقريبا 41% من الاهداف لمان سيتي اتت من ناحيه الشمال من ناحيه كانسيلو، والربط مع رودري وهنتكلم عليها طبعا نص الملعب كان ليه دور كبير جدا في الناحيه الهجوميه ايضا مع مان سيتي. طيب ده على مستوى حراسه المرمى وخط الدفاع، نيجي وسط الملعب اخترت لنا دي بروين، الكانتارا ومودريتش. طبعا لا خلاف دي بروين يعني تاخد ان هو كاحسن لاعب في الدوري الانجليزي، في ليه مساهمات كبيره جدا، افضل بوصلة في كرة القدم على مدار التاريخ، أحسن صانع ألعاب فعلا، بيقدر أنه هو يحرك الفريق وينقل المهاجمين بشكل كبير جدا، من بيلعب في العمق بشكل كبير جدا، ليه مساهمات هنتكلم عليها رقميا أيضا. الكانتارا يعني أنا هنا شوية وقفت أن ممكن يكون في مع سيلفا ورودري من مان سيتي قد ينافسوا الكانتارا، ولكن الكانتارا في التمركزات لاعب تمركزي محوري بيلعب بشكل كبير جدا مساهمة في الناحيتين الدفاعية والهجومية. محمد أداء الكانتارا بعد العودة لليفربول كان بالنسبة لك مفاجأة، وانه بدا هو يبقى محور لعب ومحور مهم جدا ومفتاح كبير جدا لليفربول، هو اصبح المحور التكتيكي الاول لكلوب ليوربن كلوب. طبعا رجع للكانتارا بتاع بايرن ميونخ، صحيح رجع نفس المستوى الاساسي لعب، يعني هو ده الكانتارا، ولكن في النصف الثاني من الدوري الانجليزي اثبت نفسه في وجود. طب مودريتش ده برنس 37 سنه، هل برضه ده اثر المباريات الاخيره لمودريتش على مستوى الشامبيونز ليج اثرت عليك، ولا فعلا حتى على مستوى الليجا الاسباني كان ليه مساهمه كبيره في حصول الريال على هذه البطوله؟ على المستوى طبعا
الليجا الاسبانيه في اخر مش ليس فقط هذا العام، يعني في اخر 3-4 مواسم مودريتش ماسك نفسه، مودريتش استاذ التحضيرات والبيلد اب ونقل الفريق من الدفاع للهجوم، مودريتش بيعملها زي ما الكتاب بيقول. وانت هتبين لنا ده، هتبين لنا ده في التكتيك النهارده. مودريتش هو اللي مساهمات كبيره جدا في فوز ريال مدريد، مش بس بالتشامبيونز ليج ايضا بال. انا بتفق معاك تمام. طيب خط الهجوم طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح وكريم بنزيما ومبابي. مبابي رقميا يعني امبابي لا خلاف عليه في المركز دوت، مش فينيسيوس. على الرغم ان في ناس كتيره تفضل فينيسيوس، من ناحيه تكتيكيه قد يكون فينيسيوس افضل شويه، ولكن امبابي حتى رقميا هنشوف النهارده هو متصدر كل الارقام، سواء كان افضل هداف، افضل صانع، افضل مساهمه في الاهداف، وتكتيكيا طبعا مهاري كبير جدا بيقدر ان هو تعتمد عليه، عنده الحلول الفرديه. امبابي يعني يعتبر من اعظم لعباء او لعيبه العالم. صحيح. في صحيح. بنزيما ما فيش كلام، شفر الكره الذهبيه مبدئيا، يعني طبعا هيكون في منافسه كبيره جدا مع محمد صلاح لهذا العام، ولكن بنزيما رقميا وتكتيكيا وفوزه بلقب دوري ابطال اوروبا اكيد قربه بشكل كبير يعني لجائزه افضل لاعب في العالم، ما فيش شك يعني. بلا شك بكل تاكيد طبعا بنزيما. محمد صلاح لا غبار عليه، طبعا من افضل المراكز طبعا في هذا المركز الجناح اليمين معانا في الموسم الحالي. طيب. دي افضل تشكيله للخمس دوريات الكبرى، افضل 11 مركز نقدر يعني نختارهم في هذه في هذا الشكل 4-3-3. افضل تكتيك حصل بشكل مميز جدا من المدرسه الايطاليه، سواء انشيلوتي او طبعا كانتي سوري كونتي مدرب توتنهام. بنشوف بقى معاهم ازاي بيعملوا الترانزيشن، بيعملوا ترانزيشن يا كابتن هاني بطريقه احترافيه عاليه جدا، بيوريك ازاي انا اقدر العب لو كومباكت، ازاي اقدر العب بالطريقه الدفاعيه واطور منها طبعا. وده كان تعتقد كان سبب كبير في وصول طبعا توتنهام لمراكز طبعا متقدمه وهيشارك طبعا في دوري الابطال السنه الجايه، وكان خلي بالك ده انجاز كبير جدا طبعا، وكان تحدي كبير طبعا لكونتي مع توتنهام. طيب بالظبط احنا هنبدا النهارده بالمثال او الحاله الاولى من المباراه الشامبيونز ليج امام ريال مدريد طبعا امام ليفربول. الجون اللي جه ده كابتن هاني ما جاش بالصدفه، لا ملعوب بطريقه احترافيه متكرره شفناها، بيبداها طبعا مودريتش. الصوره اللي قبل ديت الكاد اللي قبل دوت بدات الكوره من مودريتش الملك التحضيرات، اللي هو بيبدا البيلد اب من ورا، بيبدا ان هو يحرك الكوره للامام بشكل كبير جدا. هنا كاسيميرو في نص الملعب ومعانا كارفاخال. الجميل هنا تكتيكيا ان مجرد مودريتش ينزل ناحيه اليمين دايما كارفاخال كابتن هاني بياخد مكانه. وايه اللي حصل هنا؟ ان كارفاخال استنى على الكوره، طبعا هو وصلت له من مودريتش بسرعه كده، وصلت من مودريتش من ورا لكارفاخال. كارفاخال وقف على الكوره لحد لما ضم عليه الثلاث لاعبين. يعني نرجع نشوف نقف شويه عند اول كادر معانا هنا، نقف شويه. كارفاخال ما لعبش الكوره بسرعه لكاسيميرو، كاسيميرو طبعا قرب له عشان يفتح زوايا للتمرير. هنا كابتن هاني في ثلاثه من لعيبه ليفربول بيضغطوا، كان هنا الدياز والكانتارا ضغطوا على كارفاخال، استنى على الكوره عشان يخلق الزياده العدديه. هنا اصبح الشكل 3-1، ثلاثه من ليفربول على كارفاخال، واستنى طبعا كاسيميرو. هو ده الشكل اللعيب المركزي او التمركزي في نص الملعب، ان هو يفتح زوايا التمرير. نزل كاسيميرو خد الكوره في اللحظات ده كابتن هاني عمل السكاننج، شاف فالفيردي خد المكان المناسب. هنا طبعا عمل توتر عند فان دايك، وهنشوف طبعا فان دايك ايه اللي حصل في الصوره اللي بعد كده. كاسيميرو لعب الكره طبعا بسرعه لفالفيردي، فالفيردي ضم. هنا بقى لازم نقف، هنا في حته تكتيكيه حصلت دايما بنشوفها في مع انشيلوتي مع ريال مدريد في حاله الترانزيشن او في حاله التحول السريع اللي دايما بيعملوه. هنا في حاجتين مهمين جدا، كريم بنزيما بيعمل التحرك الخبيث بلغه الكوره، دايما كريم بنزيما خد كوناتي معاه للامام عشان يفتح مساحه كبيره جدا لفينيسيوس. هو خلاص فان دايك خلاص عشان راح يقابل فالفيردي، خلاص بتتكلم على بنزيما خد السيرد باك وراح. وطبعا هنا بقى ارنولد الكارثه الكبيره، ارنولد طبعا تمركز خاطئ جدا.
ما عملش السكاننج وشاف ان في ظهره طبعا هنا المكان يعني فينيسيوس اللي ضرب المفضل يعني بالظبط فينيسيوس معروف تحركاته دايما بنزيما قطع بابراهيم كوناتي خلاص مسمره مكانه مش عارف يعمل ايه وهنا نفس الكلام من فان دايك لو احنا بنبص في المثال دوت قفل بطريقه يعني مش ده فان دايك اللي احنا بنتكلم عليه في مبارياته كان هنا في تمركز خاطئ سبب المشكلة الكبرى هنا هو كان روبرتسون في ناحية الشمال الباك الشمال هنا كابتن هاني كان استغل ان هو ضم في الامام من بداية الكرة من كارفاخال اللي لعبها طبعا لفالفيردي وعم حاول ان هو يعمل الضغط الجميل ان هندرسون من نص الملعب بدأ يحاول يرجع بسرعة جدا عشان يقفل حاول ان هو يقفل الضغط هنا او يحاول ان هو يقفل العمق الدفاعي عند ليفربول الخطا التمركز هنا من فان دايك تحرك بنزيما كمان عمل الكره بشكل اكتر من رائع مع دخول بنزيما ووجود فينيسيوس في المنطقه الخلفيه وكمان عندنا توني كروز مكمل مستني بس حتى لو ما جاتش لفينيسيوس كان ممكن كروز ليه دور كبير جدا اتلعبت الكره طبعا لبنزيما طبعا هو عمل هنا الحركه اللي كل الناس قالت عليها ان هو وقع في الاوفسايد هو وقع نفسه في الاوفسايد في الاول رجع تاني ظبط نفسه مع مسار الكره عشان يضرب الاوفسايد ما اتحسبتش اوفسايد اتلعبت لفينيسيوس وكملت وبقى اصبحت هدف كان هدف ليس ولاده الصدفه وده اللي حابين نثبته النهارده بالشكل نفس الشكل ده حصل امام باريس سان جيرمان يعني هنكمل ونشوف نفس اللعبه اتلعبت امام باريس سان جيرمان طبعا هنا اتلعبت الكوره ده الكوره خلاص اتلعبت خلاص وراحت لفينيسيوس واحرز الهدف الفوز طبعا هدف البطوله امام ليفربول ليه بنقول ان ده مش وليد الصدفه وليه افضل تاكتيك بيحصل في الدوريات الكبرى لان الموقف ده حصل قبل كده امام باريس سان جيرمان في ماتش ريال مدريد امام باريس سان جيرمان هذا العام في الشامبيونز ليج بدايه التحضير البيلد اب دايما يتدخل فيها مودريتش اللي قلنا عليه النهارده ودوره التكتيكي الكبير دايما بيحصل الديناميكيه كمان اللقطه دي معلش معاده مقاطع كلامك مودريتش في اللقطه دي كمان هو ضغط وخد الكوره وبدا يطلع بيها ما كانش كمان جزء من البيلد اب كان حاله دفاعيه خدها مودريتش وبدا يعمل الترانزيشن من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه نفس الشكل ده شفناه امام ليفربول الضغط اللي بيعملوه بيولد طبعا الخطا واخذ الكره من نيمار وبدا ان هو ياخد طبعا كل لعيبه باريس سان جيرمان في الموقف العددي اللي احنا شايفينه بنزيما بيزيد معاه حتى فينيسيوس كان متاخر لسه في ما هي ده الجميل بقى كمان عشان الناس تشوف لحظه استلام الكره لمودريتش وماشي بيه عندك اتنين لعيبه اللي بيعملوا الفارق وهم اللي بيصنعوا الاهداف بيعملوا السبرنت قد ايه شايفين بنزيما فين وشايفين فينيسيوس فين صحيح. هنشوف بعد كده الصوره وصلوا لفين ودي الادوات اللي بتخدم على الفكره طبيعي. على فلسفه طبعا انشيلوتي وهنشوفها برضو مع كونتي مدرب توتنهام مودريتش طبعا كمل بالكوره زي ما قلنا فينيسيوس لسه في نص ملعبه يعني مسافه طويله جدا هنا بدا ان هو زياده العدديه اللي احنا شايفينها شوف كم واحد من باريس سان جيرمان تمركز خاطئ عينيهم بس على الكوره نفس الكلام عمل السكاننج السريع مودريتش ورمى الكوره في بس زجالو عمل شغل حلو النهارده يعني زجالو بيشكره على الشكل صحيح حاجه محترمه جدا ويورينا الضغط التمركز اللعيبه الزياده العدديه ورينا فينيسيوس كان فين وبقى فين صحيح دايما التحرك الخبيث بتاع كريم بنزيما اللي شفناه امام حلو التحرك الخبيث ده بلغه الكوره اللي هو فعلا يعني انا بشوف طبعا في هالاند دايما يذكر هالاند نفس التمويهه اللي بيعملها الفنت بجسمه نفس الكلام عمل كريم بنزيما دخل العمق سحب معاه واحد واثنين فضى المساحه لفينيسيوس طبعا والتايمنج مهم جدا جدا ان تايم طبعا الكره اتلعبت في مساحه ودايما الكره في مساحه لان عارفين سرعات فينيسيوس يقدر يوصلها بشكل كبير طبعا هو كان فينيسيوس دايما الناس بتلوم عليه شويه بيقف ويعطل الكره ولكن هو دقيق جدا رجع كير مودريتش المودريتش طبعا عمل اوفرلابنج لبنزيما وترجمه الهجمه لهدف الشكل ده مكرر بشكل كبير جدا ده بيثبت ده افضل تكتيك في الترانزيشن والضغط ده جزئيه الترانزيشن بالنسبه لفريق ريال مدريد وساعدته كتير جدا على مستوى المباريات الكبيره زي البي اس جي ونهائي دوري الابطال امام ليفربول طيب على مستوى نفس المثال في البريمير ليج نفس المدرسه الايطاليه اتكلمنا الحلقه اللي فاتت على كونتي وازاي بيطور المنظومه الدفاعيه باحراز اهداف غزيره جدا الشكل ده شفناه ولكن ليس كان ما كانش ضغط زي مودريتش هنا كان بيلد اب من الخلف طبعا بتتلعب البيلد اب دايما بالكرات العاليه بتحركات سون وهاري كين لما بينزل دايما هاري كين زي ما كنا قلنا قبل كده في الحلقات السابقه بينزل هاري كين بيسحب معاه اثنين من قلب الدفاع الخصم ويفضي المساحه طبعا لسون يعني احنا اتكلمنا قبل كده بالشكل ده ولكن هذا هو الفلسفه والمدرسه وده افضل تكتيك شفناه السنه دي في الدوريات الكبرى.
ده طبعا ده الهدف، اعتقد ده هدف الهدف امام المان سيتي صن. زي ما احنا شايفين الصوره الاولانيه كان في طبعا اندفاع كبير جدا، لكن الترانزيشن السريع جدا جدا وخلق المساحات مع كمان نهايه، اعتقد كمان نهايه الهجمه بشكل اكتر من رائع. صحيح. ده مهم. انت اتكلمت على نقطتين مهمين جدا، اتكلمت على الترانزيشن ودور وسط الملعب في التايمينج، واتكلمت كمان على دور الهجوم، بتتكلم على فينيسيوس على بنزيما، وبتتكلم كمان هنا على سون وهاري كين. صحيح. ده في رايك الافضل تكتيك في الدوريات الخمس الكبرى اللي قام بيه على في ريال مدريد طبعا انشيلوتي، وعلى مستوى البريمير ليج توتنهام كونتي مع توتنهام؟ بكل تاكيد هو ده الافضل تكتيك شفناه بيتعمل بالطريقه دي، طريقه سريعه جدا. ازاي بيورينا التحضير بيبدا ازاي من ورا، سواء كان في نقطتين يا كابتن هاني، سواء كنت بتعمل بيلد اب تحضير من الخلف للامام، او في حاله الضغط العكسي او اللو بريسنج على الخصم، ان انت بتولد الخطا زي ما شفنا مودريتش مع نيمار واخذ الكوره، وبدأ ان هو يتدرج بالكوره وينقل اللعيبه لقدام. ودي النقطه اللي احنا نتمنى تكون عندنا هنا في الكوره المصريه، ازاي يبقى عندي الفكره ان ازاي انقل الكوره بسرعه جدا في ترانزيشن، تحضير بيبقى اسرع، ان يكون عندي الادوات والسرعه ان انا اخلق المساحه والمسافات وزوايا التمرير، ان انا ازاي اساعد زملائي في رمي كوره او تمريرات عموديه بشكل كبير جدا، ازاي ان انا برجل الخصم زي ما شفنا في هدف ليفربول، يعني ريال مدريد امام ليفربول، ان هو مسمر ابراهيم كوناتي بالتحركات، تحركات من غير كوره لها دور كبير جدا، وتحضير ونقل الكره، التدرج بالكره من الخلف للامام، دي اهم عامل من التاكتكس اللي تساعد طبعا في احراز نتائج واداء. طيب قبل ما ننهي معاك محمد، عايز اعرف منك، طبعا بنخرج البريمير ليج ده رقم واحد في العالم، في رايك الدوري الاقوى بعد البريمير ليج، هل كان الدوري الفرنسي، الدوري الاسباني، يعني الدوري الالماني من وجهه نظرك؟ اقوى دوري كان بعد البريمير ليج طبعا الدوري الايطالي. الدوري يعني الايطالي طبعا بكل تاكيد، برضه حسم في المباراه الاخيره وفرق نقطتين، يعني اي سي ميلان عن انتر ميلان فرق نقطتين فقط. نفس الكلام كان ليفربول والمان سيتي، فرق نقطه للمان سيتي، وتوج المان سيتي في اخر يعني لحظات، مش عايزين نقول اخر مباراه، اخر لحظات من المباراه النهائيه. معانا ارقام لو نقدر نبص عليها سريعا بتورينا مين اقوى. لو معانا جدول ونلحق نشوف ارقام سريعه بالنسبه للدوريات سريعا جدا. تمام. يعني هو الدوري الايطالي، الدوري الايطالي طبعا هو حسمه الميلان بشكل اكتر من رائع في الاسبوع الاخير. يعني بالظبط، يعني نفس الكلام شفناه في الدوري الانجليزي، ثم ياتي طبعا الدوري الاسباني والدوري الالماني، حسمه من بدري جدا سواء كان بايرن ميونخ او ريال مدريد، ثم طبعا وايضا الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان، يعني حسمه من قبل ما يبدا يعني تقريبا. صحيح. فهو كان اقوى دوري هو طبعا الدوري الانجليزي، ثم ياتي الدوري الايطالي، ورانا بارقام كبيره جدا ان هم يعتبروا افضل دوريين على مستوى العالم طبعا، او على صعيد الخمس دوريات الكبرى. نفس الكلام ولدوا لاعبين لهذا الموسم يعتبروا من افضل اللاعبين على مستوى العالم بارقام كبيره جدا، شفناهم بمقارنات سواء كان محمد صلاح او سون ودي بروين في الدوري الانجليزي. صحيح. شفنا طبعا كريم بنزيما وفي الدوري طبعا الاسباني مع فينيسيوس والثنائيات والارقام الكبيره كمان. المقابله اللي جايه ما بين ليفربول والمان سيتي ثاني على الدرع الخيريه الانجليزيه. وطبعا يعني في النهايه بنشكرك، شكرا جزيلا محمد، نورتنا وشرفتنا، ودايما متالق ودايما خارج الصندوق. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا كابتن هاني. شكرا ليك يا محمد، وشكرا لحضراتكم على المتابعه، وان شاء الله التواصل مع حضراتكم يوم الاثنين اللي جاي في نفس الميعاد ويوم جديد وحلقه جديده من المحترف.